بس أول حاجة أنا عايز أرحب بكل الناس اللي موجودة معايا. أنا المهندس علاء عادل، يعني لسه الدكتوراه بدرس، يعني لسه ما خدتهاش. الدبلومة بتاعتي إن شاء الله أتمنى يكون فيها إفادة يعني للناس اللي بتحضر معانا كلهم. هو المين تارجت بتاعنا إن شاء الله إن إحنا نوصل لأي حد معانا. احنا الاكسبرت ده طريق طويل شويه، محتاج شويه مجهود. اللي عايز يكمل برضه الموضوع سهل يعني، بس يعني محتاج وقت اكبر. فاحنا اول حاجه هنبدا بمرحله الاسينشال. انا طبعا كان نفسي اتعرف على كل الناس اللي موجوده معايا يعني وعلى تخصصاتها، بس طبعا العدد واضح ان هو كبير. احنا كده ممكن ناخد يعني ايه ساعه بس على ما نتعرف على الناس الموجوده. طيب اول حاجه معايا، طيب يا جماعه احنا عندنا الكورس بتاعنا هيبقى عبارة عن 12 ليسون، تمام كده. هناخد ان شاء الله المفروض كل يوم اتنين، او كل محاضرة يعني او كل سيشن اتنين ليسون. اول حاجة اول ليسون هو البيزك واليوزر انترفيس. بعد كده هنعمل انتروداكشن سريع عن الجيمي، طبعا لان الستارت بتاع اي حاجة في 3 دي ديزاين يعني بيبقى 2 دي اللي هو السكتش يعني. وبعد كده هبتدي عن بيسون 3، هنشتغل على البيزك بارت موديلنج، يعني ازاي بقى ابتدي اتحول ان انا اعمل بارت. بعد كده ابتدي اعرفك على اوبشن بقى من بتوع البرنامج. اول حاجه السيمتري وازاي تعمل درافت. بعد كده نتعلم الباترنج، بعد كده ريفولد والفيتشر والشيلنج والريب. وبعد كده من اهم اوبشنات يعني سوليد كونفجريشن. بعد كده ابتدي نتعرف على اسمبلي. انا كده عملت بارت واثنين وثلاثه، فانا محتاج اعمل لهم مش مع بعض يعني، او اربطهم ببعض بحيث ان انا اعمل اسمبلي مثلا لمكنه ديزاين معين وكده، تبقى حركتهم مع بعض الكلام ده. بعد كده ابتدي اتعلم اليوز اسمبلي. هو في اثنين ليسون اللي هو 7 و9 انا سقطتهم معلش. هو في طبعا الحاجات برضه المهمه جدا في الكورس بتاعنا اللي هي الايديتنج اند ريبيرنج، ودي مش موجوده على يعني مش هتلاقيها كتير على اليوتيوب يعني. وليسون 9 بيبقى ايديتنج في الديزاين بتاعي، بعد ما اعمل ديزاين ازاي اعمل فيه ايديتنج. ده الكورسين التانيين الادفانسد. بعد ما اخلص الاسنشن ان شاء الله لو ربنا اراد يعني هنكمل. اول حاجه هنعرفها النهارده الناس، بس تبقى خلي صدرها رحب شويه، في شويه نظري كده في الاول بيبقوا جالسين بس لازم نبقى عارفينهم. اول حاجه البيزك بتاعنا في الشغل بتاع السوليد، ان لازم نعرف ان البرنامج بتاعنا فولي اسوسييتيف. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو عملت دروينج، عملت بارت معين وبعدين ابتديت عملت من 2 دي دروينج على سبيل المثال، انا محضر بارت اهو مثلا. اوكي هنفهم بعد كده البارت ده هنعمله ازاي يعني. المهم عشان احول البارت دوت ل 2 دي دروينج عملت. تمام هنبتدي. انتوا كده معايا؟ انتوا شايفين السوليد صح كده ولا الناس مش معايا؟ انا بحاول البارت بتاعي كده سريعا يعني. انا بعملها دي هتتعمل بالتفصيل، بس انا بديك يعني سريعا يعني ايه اسوسييتيف يعني. خلاص تعمل 2 دي دول. ادي ادي الايه الفرونت بتاعي والفرونت بلان بتاعي، تمام كده خلاص بيظهر لي بنفس الدايمنشن اللي ايه اللي انا حاططها في البارت الثاني. فانا لو اديت هنا الدايمنشن بتاعي مثلا 100، معنى كده ان انا راسم البارت الثاني بتاعي ايه ب 100. اوكي ماشي، هيبقى الموضوع هيبقى مش واضح للناس، بس انا هرجع تاني اوضحه اهو. ادي البارت الاساسي بتاعي. اوكي اخش على 2 دي سكتش بتاعه. الناس ما تركزش في التفصيل، انا عايز اوصل حاجه معينه بس. اهو الطول بتاعي كام هنا؟ 100. فانا لما رميته في 2 دي 2 دي دروينج بقى 100 برضه. طيب انا لو جيت غيرت هنا كده اخلي ده 160 مثلا، تمام اوكي هو اتحول معايا اهو. وهرجع اقول له اوكي هو كده وافق. بعد كده ارجع لل 2 دي دروينج تاني. ليه ده؟ انا جيت ناحيه 2 دي دروينج، لا بس هو اوتوماتيك عمله كام؟ عمله 60. ليه؟ دي معنى اسوسييتيف، يعني لما بغير حاجه في البارت اللي انا واخد منه 2 دي دروينج بتاعي اوتوماتيك بيرمهولي في 2 دي دروينج ايه بالتعديل اللي انا ايه عديته فيه.
وكذلك لو انا برضو عامل ايه اسمبلي بيرجع تاني الاسمبلي يرمي فيه نفس بتاع دي كلمه فولي اسوسييتد. بعد كده البيزك الثاني موجود سترينج، طبعا متهيألي معروفه لاي حد ليه علاقه بالديزاين او اي حد ليه علاقه بالدروينج، يعني موضوع الكونسترين. انا بشتغل عن طريق كونسترين. يعني ايه كونسترين؟ يعني لازم بيبقى دايما في علاقات ما بين الخطوط وبعضيها، بيربنديكولار، باراليل، هوريزونتال، فيرتيكال. ببتدي اعرف الخط ده للبرنامج هو ايه عشان يبقى واضح معايا وانا ايه انا بس. طيب دي الكونسترين. الديزاين انتنت، ديزاين انتنت يعني دلوقتي انا وانا ببتدي احط اول خط في الرسمه بتاعتي لازم ابقى عامل حسابي انا هشتغل على انهي بلين. يعني ايه انهي بلين؟ يعني البلين اللي انا هشتغل عليه يكون ابقى عارف هو هيظهر لي ازاي في ما بين الثلاثه بلين بتوعي اللي هو الفرونت والتوب والايه والرايت بلين. تمام كده؟ يعني انا لو رسمت البلان بتاعي بشكل مختلف على اللي انا عايزه هيظهر لي في 2 دي دروينج مقلوب، يعني فرونت توب وتوب فرونت. فلازم اركز في الحته دي وانا ببتدي ابتدي ارسم. كل الكلام اللي انا بقوله دوت هقابلك عليه، يعني مش هقوله كده خالص. تمام؟ طيب رابع حاجه الاوتوماتيك ريليشن. ايه الاوتوماتيك؟ دي برضو احد مميزات السوليد. يعني هنفتح بقى بارت دي اهو اوبن فيو فايل. انا فتحت بارت دي خلاص، حاسس ان انا هفرد على الفرونت دي اعمل سكتش. اوكي لما اجي ارسم لاين واجي ارسم منه وارسم لاين تاني هبتدي لو انا بقرب هنا بيداني العلامه بتاعت الايه؟ الكروسنتريك. يعني معنى كده ان انا هرسم من البوينت دي. طيب لو انا جيت عملت كده هو ابتدى يديني انت عايزه العلامه الصفراء اللي انتم شايفينها دي كده. انا بعمله ايه؟ بربنديكولار وفي نفس الوقت ايه؟ بلمس للخط وفي نفس الوقت بربنديكولار. لو انا دوست على اللاين يعني وافقت انه يتعمل هو اوتوماتيك العلامة الصفراء دي هتبقى خضراء. يعني انا عملت لك اوتوماتيك ريليشن على اللاين دوت ان اللاين الاول اللي هو اللاين الاول. تمام؟ دي اسمها الاوتوماتيك ريليشن. ودي احد المشاكل على فكره لاحظ الناس ايه مركزه وهي بترسم في السوليد بيحاول يساعدك ازاي. ممكن بعد كده تبقى محتاج تعدل في الديزاين وانت مش عارف او مش واخد بالك ان في اوتوماتيك ريليشن اتعملت، فتبتدي تحتار ان بدل اللاين اوردر ومش راضي ينفذه، بغير في الدايمنشن وثابت مش راضي يتحرك. ليه؟ علشان في اوتوماتيك ريليشن موجوده وانت ايه مش واخد بالك. خلاص بعد كده عندنا الايكويشن. انا ممكن ارسم عن طريق ايكويشن. يعني ايه؟ دي هتبقى لفه شويه بس اوكي. يعني هنعمل حاجه، نيجي هنا نكتب في السيرش كيو كده اعرف حاجه اسمها جلوبال فاريبل اسمه ايه. الحاجات دي كلها هتتشرح بالتفصيل. انا بوصل الكلمه ليكم عشان ما اقولهاش نظري وتبقى بالنسبه لكم مبهمه. بعد كده في يعني سيشن كامله لوحديها اسمها الايكويشن. اوكي كده انا همسح بقى الاثنين لاين دول وهبتدي بقى كده على الخط بعد الكلام بتاعي. لما اجي دلوقتي ادي الدايمنشن بتاعتي كده هقول له ايكوال وابتدي اجيب بقى ايه الجلوبال فاريبل اللي انا هحطه واقول له اوكي. هنلاقي هنا الدايمنشن بقى خد علامه الايكويشن وبيساوي 20. ليه؟ لان انا مديله ان هو الايه اللي انا حطيته بيساوي 20. طب ايه الاوبشن؟ الاوبشن ان انا ابتدي بقى ممكن ابتدي انسب له خطوط ثانيه. يعني لو عملت كده وعملت اللاين ده كده عمودي عليه وجيت اديته دايمنشن وقلت له ان اللاين ده هيساوي 0.5 مثلا. سوري هنكتب قصدي الاول جلوبال فاريبل مضروب في او على 2 مثلا وادوس انتر. فهنا هيبتدي يعرفه بالنسبه للجلوبال فاريبل الثاني ان ده نص ده
فلو جيت انا بقى غيرت هنا، فتحت تاني الكوشن كده واعمل مانج الكوشن، هتلاقيه هو حاطط لي فيه عندي هنا اضاف لي اهو اكويشن ان الدايمنشن بتاع الموجود في سكتش واحد اللي هو الدي واحد اللي هو ده بيساوي الايه انت حاطه لي فوق، والدايمنشن اتنين بيساوي الايه على اتنين اللي هو اللاين التاني. لو جيت انا غيرت ده خليته مثلا 10، هبتدي الاقي رسمتي كلها اتغيرت. وده ناس كتير بتعتمد عليه في الناس بتاعت الشيت ميتال والويلدمنت، بتبتدي تعمل الديزاين بتاعها ازاي تقدر تغير، مجرد تغير في بارامتر واحد يبتدي الديزاين كله يتغير طبقا للدايمنشن الجديد اللي هو ده. تمام كده دي واضحه. نرجع تاني، دي منطقه الايه الايكويشن اد ريليشن. طبعا اد ريليشن دي زي احنا كنا نوهنا، انا دلوقتي عايز بقى احط ريليشن، يعني هرسم اللاين اصلا كده، هرسم لاين اهو اوكي، وبعدين انا اللاين ده عايزه هو واضح ان هو مايل، فانا هخليه فيرتيكال، هاد ريليشن هقول له لا ضيف دي فيرتيكال، خليه اللاين ده فيرتيكال، فهيبتدي يعدله زي ما احنا شفنا. لاين تاني اهو، هقول له لا اللاين ده انا عايزه هوريزونتال، هو اوتوماتيك كمان لو ناخد بالنا كده لما باجي ارسم اللاين هو بيستيميت انت عايز ايه قريب، يعني انت لو قريب من الهوريزونتال فهو لو دوست كده عليه، لو دوست عليه كده هتلاقيه هو معلمني مسلكت على الهوريزونتال لانه اقرب للهوريزونتال من الفيرتيكال، بس انا ممكن اخليه فيرتيكال عادي يعني، او ارجع اخليه ايه هوريزونتال. تمام، طبعا ما ينفعش الاثنين مع بعض، امسح واحده وهتنفذ لي ايه. طيب نرجع تاني، الدايمنشن طبعا اللي احنا بنستخدمها من اول ما بدأنا دي كلها ان انا ايه اد دايمنشن لكل لاين او كل حاجه او اي سكتش انا ايه بعمل. نخش بقى على الايه؟ على الانترفيس اللي احنا اساسا متعرضين لها اهو، اللي احنا فاتحينها دي. ماشي، اول ما بفتح الهوم بتاع السوليد وورك او ما بتستارت البرنامج بيظهر لي بالنسبه ل 2018 يعني بيظهر لي الثلاثه ايه؟ الثلاثه بيقول دول البارت والاسمبلي والايه؟ والدرو. تمام كده؟ بيظهر الثلاثه دول، بختار انا عايز اشتغل على انهي واحد، لو انا هشتغل على نيو بارت هنشئ بارت جديد بختار بارت، لو هنشئ اسمبلي هختار اسمبلي، لو هنشئ تو دي درو تو دي دروينج هنشئ ايه او تو دي درو. اوكي؟ دي اول حاجه في الايه؟ في الانترفيس بتاع. بعد بقى ما اخش على البارت هيبقى ده الانترفيس اللي احنا بنشتغل فيه بتاع الرسم بتاعنا. تمام كده، اول حاجه عندي المنيو بار بتاعت السوليد وورك يعني فيها الهيلب والحاجات دي، بعد كده اللي هي البول داون دي بقى اللي هي الفايل والاديت والفيو والسيت والتو والكلام ده. اهم حاجه عندي الفيتشر مانجر ديزاين تري ديت، دي كل حاجه انا بعملها في الموديل بتاعي بتظهر لي على الشمال، يعني انا عملت اكسترود بوز هيظهر لي، عملت كات اكسترود هيظهر لي، عملت ريفولف هيظهر لي، اي حاجه بعملها في البارت بتاعي بتبقى موجوده على الشمال بالترتيب اللي انا عملته، بحيث ان انا لو عايز ارجع لاي حاجه، عايز اغير اي حاجه سواء في الفيتشر او في الدروينج. ايه الفرق بين الاثنين برضه هنفهمه واحنا شغالين. الدروينج اللي هو 2 دي دروينج، تمام كده، الفيتشر نفسها ان انا حولت 2 دي دروينج ده لموديل لبارت، تمام كده، ال 3 دي بارت، فبحولها من 2 دي ل 3 دي، دي بقت اسمها هنا ايه؟ فيتشر، سواء بقى بالاد ماتيريال اللي هي البوز كلها اللي هي المنطقه دي شايفينها دي، كل ده كده، كل ما هو بياد ماتيريال، كل ما هو بياد ماتيريال للبارت بتاعي، وفي سيكونس معين هنتفق عليه عشان نرسم بيه، يعني عشان تبقى تعرف يبقى بيز ليك وانت شغال يعني. وادي السكشن الثاني ده كل ما هو بيريموف ماتيريال، السكشن الثاني ده كل ما هو بيرموف ماتيريال. انا الماوس واضح انا بشاور على ايه ولا انا ولا انتوا مش معايا؟ الماوس واضح يا باشمهندس. طيب تمام. بعد كده الايه شويه بقى كوماند ثانيه انا هنستخدمها بالترتيب كده لو احنا ماشيين في الكورس، اللي هي الفيلد بقى والدنيا باترن والريت والدرافت والشيل وشويه الايه الاوبشنات اللي موجوده عندي.
طبعا دي الجرافيك اريا، دي اي بارت بقسمه لازم بيبقى هو ده المكان بتاعه اللي بشتغل منه. دوكيومنتد ويندو اللي هو زي ما انا استخدمتها من شويه كده وانا بنقل ما بين ال 2 دروينج وال 3 دروينج، تمام. والتاسك بان بتاعتي والايه البار ده مهم قوي اللي هو الايه الستيتس بار دوت، لان ده طول ما انا شغال هتبقى عيني يعني اللي هو انا احنا شايفين كده مكتوب ايه اندر ديفاين، ده الستيتس بار دي اهم حاجه. انا دلوقتي كل شغلي هيبقى اندر ايه لحد دلوقتي يعني اندر ديفاين، تمام كده. انوه الحته دي كمان شويه. اوكي كده احنا ايه عملنا خدنا البيزك بتاع السوليد. المفروض ان احنا دلوقتي هنخش على ليسون 2. اي اسئله بقى بسرعه كده في الحبه شويه النظر اللي انا لسه قايلها. نخش بقى على ليسون 2 عندنا اللي ايه هنتعرف هاو تو سكتش، اللي هي شويه الحاجات اللي انا كنت عاملها منها بسرعه كده، واكيد في علامه استفهام كتير للناس، هو ايه اللي هو داخل يعمله لنا دوت، يعني فهمنا هو بيرسم ازاي. فانا كنت حابب اركز على شويه الحاجات النظري اللي انا بقولها. دلوقتي هنبتدي نتعلم بقى ازاي نرسم من ايه من ايه نرجع بقى. طيب هاو تو سيرش، تعالوا ناخد ستيب باي ستيب كده زي برضه اول حاجه كريت، بس هتعلم النهارده لحد دلوقتي ازاي كريت اول دور بلاي. لا انا كده هبقى بزعل مش عارف صوتي على شو. حاضر كريت ا نيو بارت، كريت ا نيو بارت، بعد كده هعمل انسيرت ا نيو سكتش، ادي سكتش جيومتري، احط جيومتري بقى الدايمنشن السكتش بتاعي. ازاي اعمل استابلش سكتش؟ يعني ايه استابلش سكتش؟ يعني السكتش بتاعي يبقى ستيبل ثابت ما يتحركش، يعني ايه؟ و understand the state of the sketch، يعني ازاي هيكل السكتش، ودي اللي انا نوهت ليها في الستيب بار تحت. واعمل اكسترود سكتش انتو سوليد، يبقى انا كده هعدي اخر حاجه عندي في الليسون ان انا هعدي مرحله السكتش وابتدي اخش لل 3 دي موديل، دي اخر حاجه في الدرس بتاعنا. طيب ابتدي منين؟ يعني ابتدي نيو سكتش بتاعي ازاي؟ اول حاجه بقى علشان تبتدي كمحترف يعني في الرسم حاجتين، ودي ما لقيتهاش في اي في اليوتيوب على فكره يعني يا جماعه، دي غلط يعني تخيل ما خدتهاش غير لما دخلت دبلي قوي في الكورسات وكده، ان انا قبل ما احط اول خط عندي في الرسمه بتاعتي دماغي بتروح انا هرسم ايه الاول؟ لو انا بعمل ريفرس انجينير لحاجه فهبتدي اتخيل انهي بلان ابتدي بيه. ليه؟ علشان البلان وانا لسه ما حطيتش فيه اول خط ابقى حاطط في دماغي هيبقى عامل ازاي في ال 2 دي دروينج، اللي انا كده كده ده المسار الطبيعي بتاع اي رسمه 3 دي، ان هي عشان تتصنع هتترمي على 2 دي او تخش كات كام، ودي موضوع تاني. فانا وانا برسم ال 2 دي ال 3 دي الموديل بتاعي في دماغي لما احطه على ال 2 دي هيبقى عامل ازاي؟ واضحه؟ تمام؟ دي اول حاجه هنبينها دلوقتي زي ما انتم شايفين كده في الصور. ادي البارت بتاعي اللي انا عايز ارسمه. لو انا جيت بدات البارت مثلا انا عندي ثلاث تمبلت عشان برضه لو جينا خدنا بالنا كده ادي بلان الفرونت بلان عشان كل حاجه ادي الفرونت بلان تمام كده وادي التوب بلان تمام وادي الرايت بلان خلاص كده دول الثلاث كلمات الايزومتري اللي انا بشتغل فيه اي 3 دي موديل ماشي كده. انا بقى لو جيت مثلا اخترت ان البلان بتاعي اللي انا عامله هناك ده ماشي اللي هو ده اللي هبتدي بيه مثلا السكتش بتاعي او الرسم بتاعي او الموديل بتاعي احطه على الفرونت بلان هينفع؟ لو حطيته على الفرونت بلان هو السوليد مش هيقول لي لا انت الديزاين اشتغل، بس لما اجي ارميه على 2 دي دروينج هيطلع لي الموديل نفسه مقلوب. هيطلع الموديل نفسه مقلوب، يعني ايه مقلوب؟ يعني مش هيطلع زي ما انتم شايفينه كده، مش هيطلع ان ده الفرونت بتاعي وان ده التوب بلان بتاعي او البلان يعني وده ستايل.
هيطلع مقلوب. واضحه الحته دي؟ تمام كده. فانا اركز قوي وانا برسم، هبتدي باي موديل بتاعي، انا هحط انهي بلان، في هبتدي بانهي بلان في البارت بتاعي، يعني انهي بلان دي اول مهمه جدا. النقطه الثانيه، ايه اللي يفرق حد متعلم او يعني حاجه سوليد كده ك خاوي يعني، واي حد واخد الموضوع يعني ستيب باي ستيب، ان هو منظم، الثاني ده ليه منظم. طيب ايه بقى هو ده اللي احنا بنعمله؟ التنظيم دي اهم حاجه في الكورس بتاعنا، ان انا اختار البيست بروفايل. البيست بروفايل ده غير البلاك، البيست بروفايل يعني انا ابص بقى على الموديل اللي انا هرسمه ده، تمام كده، واشوف انهي بروفايل ابتدي منه علشان يوفر عليا اللي الفيتشر او عدد الفيتشر اللي انا بعمله. يعني في واحد ممكن يعمل البارت دوت باربعه فيتشر او خمسه فيتشر، وفي واحد ممكن يعمله فيتشر واحد. مثال على البارت اللي احنا شفناه ده، انا بقسم البارت دوت بالطريقه اللي هي اللي مش عاديه، هاجي كده اقوم جاي على برضو، انا لسه ما بداتش سكتش، انا ماشي مع محطه، لما اجي اعمل محطه السكتش هتلاقي كل خطوه في السكتش بتاعه. هاجي اعمل كده او ارسم الاول الترينجل يعني، تمام، وبعدين كده الاكس، تمام كده. طيب خلينا مش احسن من ده، دوت 100 ده اول درس يعني، ده اول جزء. وبعدين الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو 75 15 خلاص كده، اجي الثاني ارجع انا في درس اتعلم سكتش لما بقى في ريليشن دلوقتي، بقول لك اللاين ده عامل لك انسرنج على اللاين الثاني، انا موافق اللي هو كده في الرسم. بعدين طولت عليه، طولت. انا ممكن ارسم اصلا الموضوع كله خطوه واحده، ازاي؟ نشوف بقى الفرق. اختيار البروفايل ممكن يوفر عليه طبعا، هنا هم الموضوع برضو مش باين قوي، بس لو باين بقى حاجه كبيره بتحس. انا هبتدي ارسم بقى عندي، هنا اول حاجه هعملها هختار البلان المظبوط اللي هو السايد بلان او الرايت بلان،
خلاص كده وهرسم عليه الشكل اللي احنا كنا شايفينه هناك، اللي هو عباره عن طيب انا عملت البروفايل اهو بتاع الريبورت بتاعي، فاضل لي ايه؟ فاضل لي ادي الدايمنشن بتاعي اللي هي 75، واحنا قلنا الثانيه دي كام؟ 60. تمام كده، ده كده البروفايل بتاعي، كل ما ناقصني حاجه واحده ان انا هعمل له اكسكلود كام؟ هو هنا بيقول لي انت عايز تعمل اكسكلود ايه، لان انا كده عملت اتنين سكتش مع بعض، فبعلم له عليهم وابتدي اقول له اعمل لي اكسكلود ايه، ممكن اخليهم كده بس بشكل واضح كده. انا خلصت السكتش بتاعي او الموديل بتاعي في خطوه واحده وفيتشر واحده. ليه؟ لان اخترت البروفايل اللي انا هشتغل عليه. تمام كده يا وخلصت باشمهندس التمام. محمد. تمام تمام معايا معاك يا فندم، كده الصوت اي تمام. اي كومنت على الصوت؟ انا معاكم يا جماعه، مفيش مشكله، معلش يعني. ماشي ابراهيم، عايز ايه؟ اتفضل ابراهيم. باشمهندس إبراهيم، ممكن حضرتك تتك بس على المايك؟ نعم، لا مش حضرتك، هو حضرتك دكتور إبراهيم، ده باشمهندس إبراهيم رفع عامل ريز هاند، فبنقول له بس يفتح المايك لو في أي سؤال أو أي تعقيب. لا مفيش أي سؤال باشمهندس. طيب تمام، الدنيا واضحة لحد دلوقتي طيب ولا في أي حاجة؟ والصوت بس بيبقى في بعض الأحيان بيبعد، يعني ساعات بيبقى الصوت واضح وساعات الصوت بيبعد بس. هو بعد إذنك ممكن ارفع نغمة صوتك حاجة بسيطة عشان الناس نستسمع كويس، بعد إذنك معلش ارفع نغمة ماشي صوتك. أعلي الصوت يعني. أعلي صوت سعادتك أنت. التون مش واضح. طيب حاضر. أيوه بالظبط كده، معلش. طيب تمام. شكرا سعادتك. هو في واحد كاتب كومنت يا جماعة إن هو لابس سماعة فالصوت عنده واضح، فممكن يعني الناس برضو تلبس سماعات، الموضوع هيبقى أسهل شوية. طيب نكمل. أنا كده رسمت الموديل بتاعي بشكلين، واحد خدته في فيتشر واحدة والتاني اللي أنا عملته في اتنين فيتش، هو وصلني لنفس الموديل بس زود عليا خطوات. طبعا الكلام ده بقى ما يبقى فيه حاجه كومبليكيتد قوي. تمام يا باشمهندس عمر. تمام. يعني لما يكون البارت بتاعي كومبليكيتد هتبص تلاقي بقى الخطوه دي اللي انت وفرتها دي مع تكرار الموضوع هتلاقي بيفرق معاك تايم كبير قوي، واهم حاجه عندك هيبقى بعد كده التايم، لان الوقت كل ما بيزيد معاك كل ما يعني المفروض يعني الساعه بتاعت الديزاينر بتوصل. اوكي كده. طيب نرجع تاني للباوربوينت. بعد ما خلاص انا سلكت البيست بلان وبعدين قلت انا هبدا من البروفايل ده ابتدي ارسم، بس اخد بالي من حاجه مهمه جدا كل الناس بتنساها. ليه؟ انا عايز داخل سخن، عايز اعمل الديزاين بقى يلا بينا. طيب وبعدين ينسى الدايمنشن، او مش الدايمنشن، اليونت اللي بيشتغل عليه. وبعد ما يخلص تلات ارباع الرسمه، اوب ده انا كنت المفروض اشتغل بالملي وانا شغال بالسنتي، او انا كنت المفروض اشتغل بالمتر وانا المفروض شغال بالملي.
لان انت السوليد الرقم اللي بتكتبه بيديهولك، بس انت لما تيجي ترمي الكلام دوت على 2 دي دروينج هيبان معاك ان هو بالملي او بالمتر او الله. فعلى طول اول ما تبدا رسمتك تكون عينيك تحت، او انت اصلا المفروض بتسطب السوليد بتشوف انت دايما ديزايناتك بتشتغل على ايه وت ايه وتحدد. أو زي ما احنا شايفين كده تحت المفروض في تحديد بس هي ادي الايه اليونت بتاعتي، انا بشتغل انش ولا بشتغل بالمليمتر ولا بشتغل بالسنتيمتر ولا بشتغل بالمتر. تمام كده. لازم اول ما اخش على الرسمه بتاعتي احدد اول حاجه ايه الدايمتر. تمام كده. حاضر يا باشمهندس معتز، هنحاول نظبطها يعني. تمام. يبقى اول حاجه عندي المفروض اعملها ايه؟ ان انا اخد بالي من اليونت بتاعتي، يبقى اركز انا داخل ارسم بانهي. خلاص كده، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا لازم علشان ابدا رسمه بقى استابلتش زي ما كانت موجوده عندنا في اول حاجه، ان انا اخلي الرسمه بتاعتي مالها حاجه اسمها فولي ديفايند. يعني ايه فولي ديفايند؟ يعني تعالوا كده نتعرف يعني ايه فولي ديفايند. يعني السوليد عارف كل لاين وكل بوينت، هو عارف دي فين من الاوريجن. ودي بتفرق في ايه؟ بتفرق ان انا لما اجي اعمل ايديتنج في الديزاين بعد ما بقى حاجه كبيره وكومبليكيتد ما يضربش مني. يعني ايه ما يضربش مني؟ لو انا مش معرف كل النقط علاقتها ايه ببعضيها وكل اللاينز علاقتها ايه ببعضيها، هبتدي اجي اغير في دايمنشن، هيغير النقط الحره واللاينات الحره عشوائي بشكل يضرب لك الديزاين، وممكن كمان ما تحسش بيها، وممكن كمان ما تحسش بيها. انا هنا هعرف الريكتانجولر ده للاوريجين. تمام تمام. هو ازرق معايا، واخدين بالنا كده اهو لونه ازرق. لونه ازرق يعني ايه؟ تعال نبص تحت كده، يعني اندر ديفاين. لونه ازرق يعني ايه؟ السكتش بتاعي لسه ستيل اندر ديفاين. طب دول ديفاين اهو، الاسود ده كده طالما واخد لون اسود يبقى ديفاين، بس نهايتهم مالها؟ النقطتين الزرق دول نهايتهم مالها؟ نهايتهم زرقاء، يبقى اندر ديفاين. يعني ايه اندر ديفاين؟ يعني اهو تمام اهو، انا بحرك السكتش اهو مفيش ليه اي حاجه ماسكاه، ونفس الموضوع بحرك السكتش هنا مفيش اي حاجه ماسكاه. لا تعالوا بقى نحرك دي ولا الهوا ليه؟ دي ديفاين، دي سودا. ليه؟ انا معرفه ان النقطه دي مالها كوينسيدنت مع الاوريجن بتاعي، فدي خلاص اتثبتت، دي خلاص كده اتثبتت. انما ايه اللي مش متعرف؟ هو مش عارف النقطه دي بينها وبين الاوريجن قد ايه، هو مش عارف. طب هنعرفه ازاي؟ ان انا اعمل له دايمنشن، هدوس سمارت دايمنشن وابتدي ادايمنشن اللاين. اوكي كده؟ وهقول له ان اللاين ده 50 مل. دلوقتي النقطه بقت لونها ايه؟ بقت لونها اسود. ليه؟ بقت ديفايند بالنسبه للاوريجن. فدلوقتي لما اجي احرك اللاين ده زي ما كنت بحركه قبل كده مش هيتحرك. ليه؟ لانه خلاص اهو امسك البوينت كده بالكليك شمال واحركها فوق وتحت، ما تتحركش. دي كده بقت ستيبل، بقت ديفاين خلاص. ايه اللي لسه عندي مش ديفاين؟ اللاين ده هو مش عارف بعده قد ايه، فبيتحرك في الاتجاه ده، انما فوق وتحت خلاص انتهى. انا هديت له الهايت بتاعي بتاع الريكتانجلر ايه؟ ابتدي اعرف سوري ده الهايت، انا كده اعرف قصدي الويتس بتاعه.
اقول له مثلا 100 كده بقى. تعالى نبص تحت بقى كده، ها ايه اللي حصل؟ قال لي الستيت بتاعت السكتش بتاعك دلوقتي فولي ديفايند، دلوقتي مالها فولي ديفايند. قبل كده كانت مالها، نركز تحت كده، انا همسح الدايمنشن تاني. قال لي مالها اندر ديفايند، لسه رسمتك مش جاهزه ان هي تبقى تتحول 3 دي موديلنج. هي دلوقتي لو انا حولتها ل 3 دي موديلنج مش هتقول لي لا، لو انا حولتها اهي مش هتقول لا، هتتحول معايا عادي. بس حضرتك بعد ما تتعب في التصميم تيجي ترجع عايز تعدل حاجه في السكتش ده، وطبعا السكتش ده سيمبل قوي، فما يعني مش هيبان اللي انا عايز اوضحه قوي، بس الفكره تبقى واضحه. ان انا عايز اعدل مثلا في اي حاجه، وانا افترض ان هندي انجل هنا وهنعمل اي حاجه، هتبص تلاقي ده اتحرك عشوائي، اللاين ده ممكن يتحرك لان هيبقى فيه كذا مثلا سكتش وفيه كذا حاجه تانية مرتبط بيها. ممكن اجي اعدل حاجه مثلا في الديزاين هنا بعيد خالص، اللاين ده يتحرك جزء من الملي وانت ما تاخدش بالك منه، وتيجي تنزل الحاجه تشغلها تكتشف ان في فرق ايه، حاجه من 10 وحاجه من 100. طبعا دي بتعمل مشاكل في التصميم. اوكي كده، يبقى احنا لازم نركز على ايه. اول حاجه، اول ما ببدا رسمتي ابص للحاجه اللي انا هبتدي اشتغل عليها، او حتى لو الديزاين مش موجود اساسا لسه هبتدي برضو اتخيل شكله هيبقى عامل ازاي، واعمل حسابي انا هشتغل على اي بلان. تاني حاجه، ثواني، تاني حاجة بشتغل عليها هي البروفايل. ابتدي اشوف البروفايل بتاعي اللي هبدأ منه فين علشان اوفر على نفسي استبدال. اكتر بروفايل بيأد ماتيريال هو ده اللي هبتدي منه، اكتر بروفايل بيأد ماتيريال هو ده اللي ايه هبتدي منه. تمام كده. بعد كده اجري بسرعة بعناية ابص على اليونت، هي دي اليونت اللي انا اشتغل عليها ولا لا. بعد كده وانا شغال بقى بدأت رسم خلاص، ابتدي بقى اركز ان كل سكتش بعمله وبقفله لازم يبقى فولي ديفاين. تقدر تبني على حاجه ثابته. فولي ديفاين دي يعني بتبني على حاجه ثابته، حتى لو انت مش عارف كل الدايمنشن تحاول تثبت ريليشن ما بين اللاين وبعضيها، وتثبت دايمنشن لحد ما توصل ان الرسمه بتاعتك بقت ايه؟ فولي ديفاين. ومع الخبره يعني والوقت هتبتدي تعرف ازاي تخلي رسمتك ايه؟ فولي ديفاين. اوكي كده؟ ممكن يا باشمهندس معتز تعمل استيراد من الاوتوكاد للسوليد عادي، بتحوله بعد كده ل 3 دي سكتش. في حاجتين كمان عايزين ناكد عليهم، ان احنا واحنا بنرسم ناخد بالنا من اوتوماتيك ريليشن، ان انا اديتكم هنت عندها واحنا شغالين، اللي هي اللي بتبقى صفرة في الاول، ومجرد ما رسمت اللاين بتاعي هتبقى ايه؟ خضرة، هتتنفذ يعني الصوره بتقول انا هلاقي دي هوريزونتال. فانت لو ما اديتش اي اختلاف او موافق هيبتدي ينفذها لك. الحاجه اللي احنا لسه متكلمين فيها اللي هي بتاعت الفول ديفاينز، الستيت اوف سكتش. دي الستيت اوف سكتش اللي هي اول حاجه هيبقى اندر ديفاين، كنا لسه برضه متكلمين عليها، ان اللاين بتاعي يبقى ازرق، معنى كده ان السكتش بتاعي ستيل اندر ديفاين. السكتش هيز ا كومبليت انفورميشن، يعني فولي ديفاين. تمام كده. في حاجه الثالثه ما حصلتش معانا، ان هو ان السكتش بتاعي يبقى تالي، حصلت ما اعرفش خدتوا بالكم منها ولا لا، بس ممكن نعملها تاني، ان السكتش بتاعي اوفر ديفاين. اوفر ديفاين يعني ايه؟ هنرجع للسوليد تاني. يعني انا زي ما عملت من شويه كده، دي 50 اديته الهايت 50، وبرجع اديه له من هنا مثلا اقول له ده الهايت بتاعي 50، فيقول لي ستوب، انت كده السكتش بتاعك مال اوفر ديفاين. لو دوست اوكي عملت كده، بص عمل ايه؟ قال لي لا تعالى انت كده السكتش بتاعك اوفر ديفاين. هو انت ازاي بتعرف لي حاجه ما بتعرفين؟ يعني نفس الحاجه بتعرفها لي بتعرفين، فانا كده انت عملت لي اوفر ديفاين. طيب يعني اعمل ايه؟ اعمل يا اما اعمل كنترول زد للي انا عملته، يا اما ابتدي اقول له لا ده انا عايزك توجد لي حل، ودي برضه هنتعرف عليها بس هناخد عين عليها سريع. ادوس دبل كليك على كلمه اوفر ديفايند اللي تحت دي، واروح على الدايجنوز، هو هيوجد لي حل ازاي اريبير المشكله دي.
وبيديني 6 حلول ابتدي امشي معاهم واحد 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 كده، ايه اللي انا عايزه؟ هقول له لا انا ده انا عملته زياده، فاقول له اكسبت الحل ده، هيقول لي دلوقتي السكتش بتاعك ما فيهوش اوفر. خلاص كده واضحه الحته دي؟ نرجع تاني للمحاضرة. الكونفرميشن كورنر اللي هم العلامتين اللي انا بشتغل اللي انا بدوس عليهم دول وانا شغال. When sketch is active or open. طيب تعال نرجع تاني اهو، شايفينهم هم دول. طول ما انا شغال في سكتش، طول ما انا شغال في سكتش دول العلامتين اللي موجودين معايا. تمام كده؟ طول ما انا شغال في سكتش دول العلامتين اللي موجودين معايا. طيب ايه بقى العلامتين دول؟ لو انا عملت اخترت العلامه دي، دي الكونفرميشن، انا كده موافق، يعني سيف، اعمل سيف للسكتش ده زي كده. هو كده خد السكتش وعمل له سيف. لو رجعت تاني هلاقي السكتش بتاعي اهو، طبعا عشان احوله 3 دي موديل. لو عايز ارجع له بدوس على كلمه سكتش واعمل ايديت سكتش، يرجع يفتح لي السكتش تاني بالشكل ده. تمام تمام. طب لو دوست على لو انا ضفت لاين تاني اهو، اي حاجه يعني، اوكي، قمت عامل اكس على الاكس ديت، قال لي ايه؟ ديسكارد تشينج تو سكتش، يعني انت مش عايز تسيف اخر حاجه عملتها في السكتش. اقول له انا مش عايز اسيف اخر حاجه، فهرجع تاني للسكتش بتاعي. تمام، الاقي اللي انا عملته ايه؟ مش موجود. ليه؟ لان انا دوست ديسكارد. اوكي كده يبقى كونفرميشن دي اكني بسيف السكتش بتاعي. يبقى احنا عرفنا ده الكونفرميشن كورنر. طيب في حاجه ثانيه برضو، علامتين ثانيين للكونفرميشن كورنر، بس ديت لما انا ببقى شغال في حاجه اسمها اديت للبارت، او ببقى شغال على الاسمبلي، او ببقى شغال في 2 دي دروينج، يظهر لي كونفرميشن كورنر بالشكل ده. ونفس الكلام صح، يعني هوافق، غلط يعني ديسكارد اللي انا بعمله سيف. اوكي سكتش انتنتي. دي كل التولز اللي بستخدمها في السكتش، دي كل التولز اللي بستخدمها في السكتش، لاين وسيركل والبريمتر سيركل و و و كل اللي انتم شايفينه قدامكم. ودي بقت طبعا احنا البيز بتاعنا اللي بنشتغل عليه على طول، لاين سيركل ريكتانجلر، ساعات بنستخدم الارك. الباقي ده كله دي بقى حاجات يعني ايه، مش دايما يعني، او طبعا هنعرف اماكنها وكل حاجه، بس يعني دي ما بتبقاش دايما. طيب نرجع كده للصوره، نبتدي نتعرف بقى على السكتش، واعتقد هي دي اللي انتوا كلكم مستنيينها. نعمل نيو دوت. اول حاجه بحددها انا كده فاتح بقى ايه، سوليد من اول وجديد. كل اللي انا قلته من شويه ده كله ده ارضيه. هنبتدي بقى ان ايه، نفتح كلنا مع بعض السوليد كده واحده واحده، نتعرف على السكتش ونجرب اللي انا بعمله دوت. لو في حد فيه مشكله عنده يعرف. انهي خطوة؟ في حد عايز يعمل اعادة للخطوة؟ انهي خطوة؟ طيب ماشي، هنرجع يا جماعة معلش بسرعة لخطوة الاوفر ديفايند، وبعد كده نكمل اللي احنا كنا هنعمله. هرسم اهو انا بسرعة كده، ادي خلينا ريكتانجلر احسن. ماشي، ادي ريكتانجلر اهو معايا كده. خليه يفتح المايك لو تعرف، خليه يفتح المايك معلش. هو غالبا قلت له المايك بس هو ما بيفتحوش. طيب لو انا دلوقتي جيت عرضت نفس اللاين تاني، نفس الهاي دوت، عملته تاني 50، هو فتح المايك. طيب اوكي، ما فيش. تمام يا دكتور،
معايا؟ تمام مع حضرتك. الاسم ايه بقى؟ محمد احمد محمد. امال ايه بس الاسم الغريب اللي انت شايفه ده؟ ماشي يا باشا. بص يا هندسه، هو انا الخطوه انا عارف ان انت ما عملتش معاك، انت حاولت تعملها ما عملتش معاك صح؟ تمام انت في رساله دلوقتي ظاهره قدامي ايه شايفها؟ انت ميك ذيس دايمنشن درايفنج او ليف ذيس دايمنشن دريفنج، ماشي كده؟ لو انا تمام عملت درايفنج هو مش هيعمل مشكله، لان هو بيعمل ايه؟ بياخد واحد هو الاساسي هو الريفرنس بتاعه، وده اكنك انت عايز تعمل انديكيشن لحاجه او انت عارف ان انت بتعمل اوفر ديفاين، بس انت محتاج الدايمنشن ده يظهر قدامك. فاهم قصدي؟ يعني انت مثلا انت عشان بس البارت ده سيمبل، بس انا ممكن ابقى معرف ان الطول ده من حاجات تانية من غير ما اديله، بمعنى انا عامل علاقه ما بين اللاين والزاويه وقايل له مثلا ان الزاويه دي 90 وان الارتفاع بتاعي مثلا السنتر بتاعه كذا، فهو اوريدي خلاص عارف ان اللاين ده ارتفاعه 50 من غير ما اديله دايمنشن عن طريق الريليشن، فهمتني؟ فانا بقى عايز اظهر الطول بتاع اللاين دوت. طب هعمل ايه؟ لو اديته دايمنشن هيديني اوفر ديفاين. معايا؟ تمام. انا لا بعمل له بخلي الدايمنشن بتاعي ماله؟ ها؟ دريفن. ايه دريفن؟ يعني تابع للاساسيه اللي هو واخدها اول حاجه. طب اما انا عملته ايه بقى؟ ايه اللي خلاني بقى يعني انا قلت له لا ده انا عايزه درايفنج دي يعني هو اللي والايه والاوفر ديفاين. فانا دلوقتي لو جيت قلت له لا يا عم خلاص انا مش عايز غير سواق واحد، فيرجع معايا ان الشكل بتاعي خلاص مش اوفر ديفاين، وان هو ايه مستني من الدايمنشن الثاني بتاع الويتس عشان يبقى الشكل بتاعي كله ماله اوفر زي ما احنا بنقول. وضحت الحته دي؟ تمام يا باشمهندس؟ هو كده تمام يا باشمهندس. طيب يا باشا نرجع بقى تاني، احنا كنا في ايه؟ احنا عايزين نبتدي بقى السكتش، نتعرف ازاي نعمل سكتش. فايل نيو سكتش، طبعا هنعمل بارت. اول حاجه عندنا في اللي هي بنسميها البانل دي بتاعت السكتش، اللي هي بتاعت السكتش موجود فيها سكتش زي ما انا واقف كده، كريت نيو سكتش، نفتحها كده هنلاقي في اول حاجه دي 2 دي سكتش وفي 3 دي سكتش. لسه شويه كده هنبقى نعرف 3 دي سكتش ده. انت ممكن ترسم اصلا 3 دي على طول، مش موديل، انت بترسم 3 دي، وده 2 دي سكتش اللي احنا بنشتغل بيه على طول. تاني حاجه عندنا اسمها السمارت دايمنشن، ودي الدايمنشن بتاعتي، يعني كل اي دايمنشن بحب اديها لاي لاين باجي هنا واختار سمارت دايمنشن وارسم الدايمنشن. خلاص كده. بعد كده تبدا بقى اول ايه؟ اول حاجه عندنا في الرسم اللي هو الايه؟ اللاين. نرجع تاني بس بسرعه تمام كده. اللاين الايه؟ الانتينتي بتاعت السكتش اول حاجه فيها ايه؟ اللي هي اي سكتش هبدأه بلاين. في اوبشنات تانية او في اوبشنات تانية، في لو اللاين ده عايزه سنتر لاين او عايزه ميد بوينت لاين. ماشي، ندي انت سريع عشان اللاين ده هو البيز لاي حاجه. فهنا لما بدوس ثواني تاني معلش سوري، اول ما بدوس سكتش ايه بيحصل؟ احنا شايفين ايه قدامنا كده؟ عمل ايه؟ اداني على طول الثلاثه بلان. انت بتقول لي هرسم سكتش، السكتش ده توصيفه ايه؟ 2 دي سكتش. يبقى اذا حضرتك حدد لي البلان اللي هترسم عليه. انا هرسم، لو وقفت كده هيعلم لي على الفرونت، لو وقفت كده هيعلم لي على التوب، لو وقفت كده هيعلم لي على الرايت. انت عايز ترسم في انهي بلان؟ لازم دي تبقى واضحه جدا معاك عشان تبقى متخيل البارت اللي انت بترسمه. انا هرسم على التوب بلان، هيقوم جايب التوب بلان في وشي انا كده على التوب بلان، عشان يبقى الناس عارفه هي بترسم فين، لان هو مجرد ما فتح لك البلان مفيش حاجه باينه، انت مش عارف انت فين، انت مش عارف انت فين. فانا هرسم على التوب.
التوب يعني. اول حاجه اختار لاين وارسم. طيب انتوا شايفين الخط المنقط ده، يعني ده اكنه زي الهيلب ليك كده، ان انت لو بدات اللاين بتاعك من هنا هيبقى اللاين بتاعك لازم يمر. لو نزلت تحت شويه مش هيمر بالاورجن، لو طلعت فوق شويه مش هيمر بالاورجن. فانا لو عايز ارسم لاين وعايز ارسمه هيمر بالاورجن، هبتدي اقرب من الاورجن كده وايه وابدا اللاين بتاعي. ابداه ازاي؟ هدوس كليك شمال، ده اول نقطه في اللاين، وابتدي اشد بقى كده. شايفين كده حركه الماوس اهو كده، انا كده هعمله بزاويه كده. انا اول ما هقرب من الاورجن هيعملوا لي ايه؟ كوينسيدنت للاورجن وهورزونتال. شايفين العلامتين اللي ظهروا؟ كوينسيدنت وهورزونتال. يبقى انا كده برسم لاين هيبقى ملاصق للاورجن وفي نفس الوقت ماله؟ هورزونتال. تمام؟ هقول له اوكي. طيب اللاين بتاعي زي ما انتم شايفين هو اسود، يعني هو المفروض ان هو فولي ديفاين، بس النهايتين بتوعه مالهم زرق، يعني هو من الاخر مش هعرف لا اطلعه فوق ولا انزله تحت، لانه خلاص هو ملاصق للاورجن، فمش هيتحرك لا فوق ولا لتحت ولا شمال ولا يمين. تمام؟ ايه بقى اللي ناقص له؟ ان هو يتعرف الدايمنشن بتاعه، يتعرف الدايمنشن بتاعه. فهاجي اختار سمارت دايمنشن وهقول له اللاين بتاعي ده وانا اختار 50. طب حد ملاحظ حاجة؟ هو عامل لي 50 اه، بس هو لسه ما هو لسه أزرق. اه هو عارف إن اللاين بتاعك طول 50، وعارف إن اللاين بتاعك بيمر بالأورجن. طب هو ليه بقى ما بقاش فولي ديفاين؟ لأن هو مش عارف النقطة دي من الأورجن قد إيه. أنت ما قلتلوش، أنت لو جيت شديت اللاين من كده من هنا، هو خلاص هو حدده إن هو أفرض بس الأول مرة دايمنشن مش سكيب عشان أيوه كده هخلي مرة دايمنشن كده. أنا معايا الماوس سيلكت اه، عشان الحته دي برضه بتضايق. لو انا دايس دايمنشن هتلاقي الماوس بقى شكله علامه الدايمنشن، فلما اجي اعمل حركه من بتوع السلكت مش هتتعمل. هو عايز ياخد دايمنشن وانت مديله اوردر في ان انت بالماوس يعني، فمش هينفذه، فهندوس اسكيب لحد ما العلامه دي تروح. كده انت سلكت اهو. اهو هبتدي احرك اللاين، هيتحرك معايا. اهو هيتحرك معايا. هو مش عارف النقطه دي كام من الايه؟ من الاورجن. فابتدي اعرف اقول له لا والله ده النهايه دي، النهايه دي من هنا من هنا دي كام؟ دي 3. اه فكده خلاص بقى الشكل بتاعي ده. ادي اكزامبل تاني على موضوع الفولي ديفاين. تمام؟ الشكل كده بتاعي بقى فولي ديفاين. اللاين بتاعي بقى فولي ديفاين، لان هو عارف كل نقطه من الاورجن فين؟ مكانها فين في الايه؟ في السكتش بتاعي. طيب نرجع بقى لموضوع اللاين. احنا خدنا اول لاين ده اللي هو اللاين السوليد اللي احنا بنرسم بيه عادي. طب ايه سنتر لاين؟ اهو سنتر لاين دوت بيبقى مجرد جايد لي بستخدمه اكنه جايد اهو، بيبقى شكله عامل بس ده ما يعني لو انا برسم موديل يعني وعملت سنتر لاين هو ما بيعتبروش خط. يعني ايه ما بيعتبروش خط؟ يعني لو جيت هنا كده هقول لكم على ماشي التمثال، ادي اللاين اهو كده كده. انا المفروض كده بالنسبه لكم انا كده عملت مربع اهو او مستطيل يعني اهو، شكله عامل كده افلوت ده صح كده بالسنتر لاين. فانا المفروض اقول له اكسترود اه. بصوا هو عمل ايه؟ هو مش شايف، هو عمل اكسترود ليه؟ لان هو مش شايف. ده تكنيك تاني في الاكسترود يعني هبقى نفهمه، بس هو عامل اكسترود لللاين، مش عامل، ما خدش ان ده حاجه ما ايه كلوزد كونتور، ما خدوش كلوزد كونتور يعمل له اكسترود. ليه؟ لان هو اصلا مش شايف ان ده لاين. طب تعالوا بقى نغير كده او نحط لاين سيك او سوليد على اللاين ده ونعمل نفس الخطوه تاني. اهو ها ارى ان ده ايه؟ ان ده ايه؟ كلوز كنترول وعمل له اكسترود. ماشي؟ واضحه دي؟ ده السنتر لاين، بعمل له جايد لي. لو عايز اعرف سنتر حاجه، عايز اعلم حاجه، عايز اقسم خط من هنا، بعرف السنتر بوينت بتاعته كده يعني. اللاين الاخير بقى اللي هو الميد بوينت لاين، انا برسم لاين من النص.
شمال ويمينه بيبقوا متساويين. يعني انا لو جيت هنا بدأته من هنا اه بص بيزيد في ناحيتين، السنتر بتاعه فين؟ في الاوريجن. لو انا خرجت سلكت الاوريجن يعني ممكن اسلكت اي بوينت ثاني، ثاني ميد بوينت هبتدي من هنا وهبتدي اهو هنا هيبقى زي يبقى انا رسمت لاين السنتر بتاعه في البوينت ديت الطول ده ايكوال للطول التاني، دي معنى كلمه ميد بوينت. طيب الريكتانجل اهو شايف الريكتانجل اخ ايوه ابتدي اضغط عليه كده يفتح لي القايمه بتاعت الريكتانجل. طيب ارسم الريكتانجل هنا حاجه لو وقفنا كده هيقول لي ايه كورنر ريكتانجل. يعني ايه كورنر ريكتانجل؟ يعني ثواني بس كده على الشات احسن من حاجه. او كورنر ريكتانجولر خلاص. يعني ايه كورنر ريكتانجولر؟ يعني بيبدا من الكورنر اهو اهو النقطه اللي انا بحددها له دي الكورنر بتاعي، النقطه اللي بحددها له ده الكورنر بتاعي اللي انا ببتدي وكده في الريكتانجولر بتاعي ممكن ابداه من ال... فيبقى ستارت الكورنر بتاعي من الاوريجن. طيب ايه تاني؟ النوع التاني النوع الثاني السنتر بتاعه اللي انت بتحدده حسب الديزاين بتاعك حسب انت عايز ترسم الريكتانجلر ده ازاي. لو جيت بدأته من هنا هتبص تلاقي الريكتانجلر بتاعنا من السنتر يكبر من السنتر. تمام اظن واضح قوي الفرق ما بين الكورنر والايه والسنتر. دول يعني ما ايه ما من ايه بتديله 3 بوينت يعني هذه النقطه الثانيه الثالثة بيتعرف بال 3 بوينت ده ال بيتعرف بال الميد بوينت بعد كده شايفين 1 2 3 هي دي البوينت اللي بيديها لك اهي 1 2 3 دي يعني واحد اول حاجه الميد بوينت 2 سنتر لاين السنتر بتاع اللاين اللي كورنر كده فهمني. اخر حاجه اللي انا برسمه هي لاين دي اول لاين اللاين الثاني ويفرق معايا خلاص كده اللي هو متوازي زي متوازي مستمر. ده كل انواع الريكتانج سيركل هما نوعين يا اما بالسنتر باجي من السنتر بتاع السيركل وارسم تمام كده حدد بقى السنتر يعني اول بوينت الماوس هيقع عليها بحد يبقى هي دي السنتر بتاعي اهو اهو تاني اهي ده السنتر بتاعي وابتدي افرد الايه الدايره بتاعتي خلاص او بعد كده طبعا ايه بديها الدايمنشن بتاعتي. لو عايز ايه تاني ان انا برسمها ب 3 بوينت خلاص كده يعني برسم بوينت ثانية زي ما انا عايز زي ما انا عايز ان هو انت لو عايز ترسم سيركل مش عارف السنتر بتاعها بس انت عايزها ما بين اتنين لاين او عايزها نكمل يعني المنحنى بيمشي معاك زي ما انت عايز بقى كل ما بتدوس بوينت بيبتدي يدو الخط بتاعه تمام ده اسمه سبلايت وبعدين عشان تقفله لازم تدوس لك يمين سلم كده انت قفل غير كده مش هيقفل معاك تاني اهو لو قعدت تدوس كده هيفضل يقفل يدوس للصبح ولو دوست سكيب هي ايه برضه تمام يعني يا سكيب يا ايه يا سلم ماشي كده. بعد كده ارك لو عايز ارسم ارك يعني بلاش بقى نيجي عند الدايره ادي بوينت رقم واحد بوينت رقم اثنين انت عايز تقفله فين زي ما انت عايز ده احد اشكال الارك
تاني، شكل تاني، بوينت رقم واحد، بوينت رقم اتنين، نشوف انت عايز تشتغل ازاي. تمام. طيب احنا وصلنا لحد الارك، بعد كده الاليبس بيتعرف عن طريق 3 بوينت السنتر والمقابل ليه والسايد بوينت. تمام كده، عايز بس الاليبس يعني في برشا بقى اليبس ترابولا كونيك زي ما انت عايز. ماشي. بعد كده السلوت دي بستخدمها دايما لما اجي اعمل سلوت، يعني انت عايزه ازاي، عايز البوينت بوينت يبدا من السنتر للسنتر وبعدين تبتدي تديله السيكونس بتاعك من هنا، او شايفين ده سنتر لاين لان هو ايه جايد لي لا يعتد بيه، هو يعني جايد بس، وبعدين بيديك اللي تبتدي تديله السيكونس بتاعك. انا بس عندي تمام يا جماعه، هو انا كده بديله ستيتمنت، بعد كده ممكن اديله بقى الدايمنشن عادي يعني كده كذا. ابتدي اعرف بقى ايه التول بتاعه زي ما انا عايز، برضه انا عايز اعرف تول من السنتر للسنتر، وعايز اعرف تول زي ما انا اوكي. بعد كده في عندي اقدر ارسم سلوت سنتر بوينت ستراكشر سلوت، يعني بين سنتر بوينت او واحد اثنين ثلاثه بالسنتر. خد بالك في فرق، انا كنت هنا عامل الاولانيه، انا كنت برسم من سنتر بوينت بتاع الدايره او الارك الاولاني والسنتر لاين والسنتر بوينت بتاعت الارك الثاني. تمام. انا المره دي هرسم من السنتر بوينت بتاعت السلوت كله والسنتر بوينت بتاعت الارك الثاني، وابتدي ادي له الدايمنشن. في فرق بين الاثنين حسب ما الديزاين بتاعك عايز. لو عايز ارسم بقى ارك بالشكل اللي احنا شايفينه ده 3 بوينت، تمام اهو مثلا، ابتدي ادي له عليه الدايمنشن بتاعته نفس القصه اللي هي الأخير، بس السنتر بتاعه هيبقى بره. لكن السنتر أدي أول بوينت، أدي تاني بوينت، أدي حاجة قبل كده لو عاملها مع الكل ممكن حضرتك يعني، بس ما استخدمتهاش. طيب إيه بقى الفرق ما بين السنتر تو سنتر دي؟ لان لو عايز احط ايمج، لو دوسنا على لو عملنا اوكي على الكاندلر ده هيقول لي هيقاد الدايمنشن. يعني ايه؟ هتشوف هيحط الدايمنشن بالشكل اللي انت شايفه قدامك اهو اهو اهو، حط لك الدايمنشن اوتوماتيك غير ما انت تحطها انت، بس هتبقى وظيفتك انك تعدل فيه. طب اعدل ازاي؟ اقف على الدايمنشن هيفتح لي الدايمنشن موديفاي وابتدي اعدل بس كده. بس احنا كده بنعدل بس ماشي، هي عشان تكون كويسه. انما من الوينز مش من السنتر اهو، من هنا خد بالك، هو بص واخد منين الدايمنشن دي؟ من هنا يعني طول الكل اللي بيوصل الدايمنشن بتاعتي من طول الكل اللي بيوصل، وبرضه من هنا الدايمنشن بتاعتي من الايه؟ الارتفاع الكلي للايه؟ خلاص؟ تمام.
بعد كده بقى البوليجون لو عايز ارسم سومالي او سباسي زي ما انتوا عايزين، ده سباسي طبعا. عايز سومالي بقى تلعب بقى في العدد اللي انا عايزه من الاطباق من هنا تمام كده وده. وبعدين ببتدي بقى الدايمنشن ليه عن طريق الدايرة دي، عايزه قد ايه على قطر قد ايه زي ما انت عاوز. اوكي ده بقى سكتش مش رسم، يعني ده مش حاجة برسمها، ده ايه مش حاجة برسمها، ده انا بدي اوردر بقى، يعني مش زي لاين زي ترانجل او سيركل، لا ده انا عايز اعمل ده الكورنر ده مش شارب ايدج، احنا شايفينه هو شارب ايدج هنا شارب ايدج عامل كورنر، لا انا عايزه فيلت. فيلت يعني ايه؟ يعني جايب كيرف، اقوم جاي مختار فيلت، هو بيقول لي هنا ايه؟ انتيتي تو فيلت، انت عايز تفيلت ايه؟ مش ستيب باي ستيب خالص، مش اي حاجه. انا والله عايز افلت الجزء ده، طيب هقف كده على الكورنر على البوينت دي، يا اما هختار ايه اللاين، بس انا على طول بختار دايما البوينت ان انا عايز الكورنر عايز اعمله فين. بس خد بالك بقى، بص اعمله فين. يقول لي انا كل حاجه بالاصفر هي هتتعمل، اي حاجه بيعملها لك بالاصفر يبقى هعملها لك، يبقى انا هعملها لك تمام. بوريك شكلها بيبقى عامل ازاي قبل ما تدوس اوكي ودوس. لو الدايمتر بتاع الفلت اللي هو 10 مللي ده مناسب بالنسبه ليك تمام، مش مناسب ممكن نصغره نخليه 5، ممكن نخليه 3 زي ما انت عايز. دوس اوكي هيعمل لك الشكل بقى اهو بقى دلوقتي عامل ازاي، ما بقاش شارب ايدج بقى فلت بقى فلت. دي في التصنيع اسمها كسر السوكه، لو ناس بقى شغاله في التصنيع يعني، او بقى لو في بارت فعلا محتاج يبقى فيلت يعني. انما بنتكلم على الارات الصغيره دي الثلاثه والواحد والاثنين والكلام ده بيبقى اسمه كسر ماشي كده. طيب بعد كده انا عايز اكتب تكست بقى، دي حاجه كده يعني لو انت بقى شغال على الفريزه مثلا وبتعمل حاجه وعايز تكتب تكست معينه وتحدد له اللاين وتكتب مثلا التكست مثلا اي حاجة محمد مثلا افترض يعني اي كلمة معايا شوف بقى انت عايز تحطها فين، في السنتر بتاع اللاين تفرقها تحطها في الجنب التاني تلففها. لا دي لا بتبقى بتبقى انت هتحط اللاين كله طبعا، انت ما عندكش الاوبشن ده انك تحطه، انت عايز تخليها بدل هو بالنسبه له دي كده فوق، فانت ممكن تقول له لا انا عايز اعمل الناحيه الثانيه، بس هو عامل زي المرايه كده زي المرايه كده من الشمال لليمين كده من اليمين للشمال تمام. الاوبشنات بقى بتاعت التكست يعني زي ما انت عايز تقدر تظبط ايه دي بقى. لو عايز تاد بوينت يعني اللاين ده مثلا هو ما فيهوش غير 3 بوينت، اللاين ده اهو في الستارت والاند بوينت والسنتر بوينت بتاعك، انا عايز اعمل بوينت هنا مثلا على بعد مثلا 10 مللي مثلا من هنا، بحيث ان انا هستخدمها في حاجه بتاعي. وبعدين انت عايزها كده ولا عايزها كده زي ما انت برضه عايز، عايزها موازيه ولا عايزها موازيه للهوريزونتال بتاع السكتش نفسه زي ما انت عايز. تقول له انا عايز على بعد مثلا 12، هحطها لك على بعد 12، تقول انت تبتدي التفكير ليها في ايه؟ في حاجه ثانيه في خطوه ثانيه للتصميم. كده انا خلصت كل ما هو انتينيتي للدروينج، كل ما هو انتينيتي للدروينج انا خلصتها كلها. تقدر تستخدم اي تول منهم وتقدر تبقى عارف. نكمل. في عندنا حاجه بقى في الميكانيزم بتاع السكتش اسمه كليك تو كليك او كليك تو دراج. ايه بقى الاوبشن ده؟ نمسح بقى نبص على الاوبشن الجميل ده بيفرق في ايه معاك برضه بيسرع الخطوات بتاعتك. الاوبشن كل ما هو ماشينري يتعمل، هو اصلا البرنامج عشان كده، هو اساسا البرنامج معمول عشان الماشينري،
ايوه بالظبط، شطف، تفريز، كتب، سريد، كل اللي نفسك فيه هو البرنامج اصلا. عشان كده معايا يا باشمهندس. طيب نرجع بقى للايه، للفرق ما بين الكليك تو كليك وكليك تو دراج. اول حاجه كليك تو كليك اللي انا برسم بيه دلوقتي واحنا شايفين، اللي هو انا بقى اخدت لاين اهو، هدوس كليك شمال، معايا الناس تركز بقى، وخلاص انا دوست كليك وخلاص، وبتحرك بقى باللايت شمال يمين فوق تحت زي ما انا عايز، وبعدين بنقي الاند بوينت بتاعتي بكليك اهو، حط لي اللاين بتاعي، يبقى هو عارف الستارت بتاعي بكليك والاند بتاعي بايه؟ بكليك. طيب نرجع تاني لكليك تو كليك وكليك تو دراج. انا عملت اول حاجه كليك تو كليك ايه؟ تكنيك. طب ايه كليك تو دراج؟ انا دلوقتي هدوس على الكليك ومش هسيبه، هدوس على الكليك، الناس فاتحه معايا السوليد وبتطبق، انا دايس على الكليك ومش بسيبه بقى، بفضل شادد وانا دايس على الكليك، فبيعمل معايا اللاين. بس لما برفع ايدي بقى هو ما بيديني الايه؟ الاند بوينت. ده التكنيك التاني. طب ليه كده؟ الفرق بين الاثنين ان انا لما بشيل ايدي خلاص انا ما بيدينيش لاين تاني، خلاص انا ممكن اتحرك في اي حته جديده اعمل لاين تاني نفس الاسلوب، كليك تو دي كليك تو دراج كده، ابتدي لاين تاني في بوينت جديده كده. طب كليك تو كليك اهو، بفتح كده وادوس كده وابتدي معايا من اند بوينت، هو ايه؟ هو لسه بيرسم من الاند بوينت بيديني لاين تاني، وبعدين من الاند بوينت يديني لاين تالت. لو عملتها كليك تو تراك هي خلاص هيبقى بيبدا معايا البوينت وينهيها وبيسيبك حر بقى ترسم من مكان تاني زي ما انت عايز. فهمنا الفرق؟ لا احنا كل ده دي طبعا باشمهندس عادل، ده بنرسم في 2 دي سكتش، كل ده في 2 دي سكتش، لسه ما وصلناش لل 3 دي. كل ده بعلمك ازاي تستخدم كل الانت بتاعك في 2 دروينج، على بناء عليها ما تحترف كل ال 2 ديت تقدر ترسم 3 دي سكتش كده. ده السكتش اللي هو الاثنين تكنيك بتوع كليك تو كليك تو دراج. السكتش ريليشن انا اديت عنها هنت قبل كده، بس انا هاخدها بقى بالتفصيل دلوقتي. عندي الفلور يعني ما بين الاثنين لاين، ادي الناس معايا على السوليد فاتحين صفحه جديده او اللي احنا عملناه، نبتدي نرسم من اول وجديد. اعمل ده هوريزونتال وبعدين ابتدي ارسم اللاين الثاني بالشكل. دول شكلهم مفيش ما بينهم اي ريليشن. طيب هبتدي احط ريليشن، هعلم هسلكت ازاي، هختار اللاين وهدوس على كنترول، معايا الناس هتدوس على كنترول عشان اسلكت اللاين الثاني كده. انا معايا الاثنين لاين اهم في الجنب اهم شايفينهم، لاين اللي هو 64 و65، انا كده مسلكت الاثنين لاين، وفتح لي تحت ايه؟ اد ريليشن. اد ريليشن عايز ايه؟ عايز علاقه الاثنين لاين ببعض ايه؟ انت علمت على اثنين لاين، يبقى اذا انت محتاج يبقى انت هتحط ما بينهم ريليشن. السوليد بيقول لك انت كده هتحط ما بينهم ريليشن. فاول حاجه انت عايزهم الاثنين هوريزونتال ولا عايز الاثنين فيرتيكال ولا عايز الاثنين كولينير؟ يعني ايه كولينير؟ يعني الاثنين ورا بعض او في نفس المستوى، او الاند بوينت والستارت بوينت بتوعهم على نفس الليفل بتاعهم، هنشوفها يعني. او عايزهم بربنديكولر او بارلل او ايكوال او فيكس، انت محتاج ايه؟ احنا دلوقتي بندرس البربنديكولر فهنخليهم بربنديكولر، فخلى الاثنين لاين مالهم بربنديكولر. اوكي طيب ايه تاني؟ كولينير بتوين تو اور مور لاين. طيب هنعمل كنترول زد وهقول له تاني، هسلكت تاني الاثنين لاين،
شفتوا يا جماعه كده، انا سلكت الاثنين لاين من غير كنترول، انا بس حبيت يعني اعملها قاصد عشان الناس ايه تبقى عارفه، عشان اسلكت اثنين لاين مع بعض لازم يجي دايما على الكنترول. اقول له انا عايز الاثنين لاين دول مالهم كولينير. شفت عمل ايه؟ حط الاثنين لاين مع بعض، هما الاثنين في نفس المستوى. دول اثنين لاين على فكره، مش لاين واحد، ادي بوينت اثنين ثلاثه اربعه، دول اثنين لاين بس ما بينهم علاقه ايه؟ اهي العلاقه دي مالها كولينير، العلاقه دي مالها كولينير، يعني الاثنين على نفس الايه؟ على نفس الليفل. طب تاني ادي لاين كمان اهو، هعمله كده وهقول له اللاين ده واللاين ده مالهم. خدوا بالكم بقى، بصوا الفلاير اللي بتظهر دي اسهل بكتير قوي، لان هي جنب ايدي يعني هنا على طول، يعني لما بتحرك كده هي على طول جنب الكليك اللي انا عملته. ممكن اشتغل من دي ودي بتبقى اسهل بعد كده ما اتعود عليها واسرع عليك، او اشتغل من اللي على الشمال خالص اللي هي متر اللي احنا شايفينها. طب دي مجرد ما حركت الماوس اختفت، مجرد ما حركت الماوس كده اختفت. دي بتظهر امتى؟ اول ما برفع ايدي من الكنترول وما بحركش الماوس، الماوس ثابت اهو ظهرت، اول ما حرك الماوس راحت خلاص اهو، هي اختفت. هي ممكن ترجع لها، يعني هو بيديك برضه فرصه، لو كده انت رجعت لها وما خدتش اكشن خلاص شكرا. تمام. تاني اختار كده وادي اللاين الثاني وارفع ايدي من على الكنترول، هتظهر. ابتدي اقول له الاثنين لاين دول مالهم؟ كولينير. هيحطهم لي مع بعض كولينير، الاثنين في نفس المستوى نفس الليفل. ماشي كده، واضح الفرق بين الكولينير؟ يا باشمهندس معتز، هو فعلا عكس الاوتوكاد، وهو مزعج شويه لان الاوتوكاد تبع اوتوديسك، والسوليد ده يعني تبع الدستور سيستم، يعني شركه تانية خالص، فهم عاملين اختلاف في الموضوع ده عشان اللي اتعود على السوليد يلاقي مش صعوبه شويه في انه يشتغل على الانفنتور يعني، او العكس. طيب الباشمهندس سامح بيقول الفيو ممكن يتعدل، هو انا مش فاهم بالظبط، بس انا انت دوس على السبيس يا باشمهندس، دوس على السبيس هيطلع لك دي كده او دي، لو المكعب ده قدامنا ما ظهرش ليك هتبتدي تدوس على الايكون دي فيو سيلكتور، اللي هي ايه بتخليها ايه يعني دايس عليها يعني معلم عليها يعني. اوكي، عشان كل ما تدوس سبيس تظهر لك الايه العدسه دي. طب ايه دي؟ هندوس على البكره، هنضغط على البكره بتاعت الماوس، وزي ما احنا دايسين عليها نلف بقى، نتحرك شمال ويمين وفوق وتحت، هو كده بيقلب معاك البلان في الحته في يعني لحد ما تظبط الاتجاه اللي انت عايزه، وتسلكت بقى. انا هشتغل على كده يعني، اول ما هدوس كده اوكي هيخلي ده نورمال في وشي اهو، هيبان مع ال 3 دي، هيبان اول اللي انا بعمله ده مع 3 دي، بس انت لو عايز تعدل الفيو بتعدله من هنا. اوكي طيب نكمل كده بقيه الريليشن. احنا وصلنا للكولينير، بعد كده الهوريزونتال. تمام، لو عايز اخلي الاثنين لاين دول هوريزونتال، ادي اللاين اهو شوفوا انا بعمل ايه يا جماعه، دي اللعبه بتاعت البلان، انا برسم في البلان وانا مش شايف يعني. انا اهو تاني بصوا بقى الحته دي عشان دي مهمه، هرسم اهو ادي لاين وادي الاند بوينت بتاعته، خلاص كده خلاص انا رسمته. حد شايف حاجه؟ انا عمال ارسم لاين زي، حد شايف حاجه؟ ليه؟ عشان انا اصلا برسم في بلان مش اللي انا واقف عليه. انا لما غيرت البكره وعملت التعديل بتاع الفيو يعني، فانا كده برسم في بلان انا مش شايف. طب اجيبه منين؟ انا كده واقف على الفيو بتاعي، هبتدي ارسم اثنين لاين
اقول له الاثنين لاين دول مالهم رسوم، هيعملهم لي رسوم، وادي العلامه بتاعت الرسوم ده. بعد كده هعمل فيرتيكال، انا عايز الاثنين دول لاين فيرتيكال، هو بيعملهم لي فيرتيكال. فيرتيكال دي طبقا للاكس والزد بتاع الاكس والواي بتاع الاكس والواي بتاع الهوريزونتال على الاكس والفيرتيكال على الواي. ماشي كده. ايه تاني؟ ممكن نعمل بقى احنا كده كل ده شغلنا على اللاين صح كده؟ لا، احنا عايزين بقى نشتغل على البوينت. احنا عايزين نشتغل على البوينت. ادي اللاين ده كده، اللاين الثاني كده، وانا عايز اعمل الاثنين بوينت دول مالهم الاثنين فيرتيكال، الاثنين قصاد بعض بس فيرتيكال بس، وبقيه اللاين ماليش دعوه بيها، انا عايز البوينت دي والبوينت دي بس، فبسلكت البوينت بس. نركز تاني، بدوس على البوينت بس، انا لو دوست كده ده كده فرق السلكت ما بين لاين. شايفين علامه اللاين اللي ظهر جنب الماوس دي؟ ده كده انا بسلكت لاين. لا تعالوا نقف على البوينت، اه بقت بوينت، يبقى انا كده بسلكت بوينت. السوليد اهو بيقول لك انت كده بتسلكت بوينت، فهسلكت البوينت دي هيظهر لي ايه؟ طب هو فين البوينت الثانيه؟ هدوس كنترول واقول له اه، فهو كده عارف انت سلكت ما بين اثنين بوينت. طب انت عايز ايه؟ يا اما عايزهم الاثنين هوريزونتال على نفس الليفل هوريزونتال، يا اما عايزهم فيرتيكال، يا اما عايزهم فيكسد هو على نفس وضعهم كده ما اتحركهمش، يا اما عايز ميرج، عايز النقطتين يبقوا مع بعض بغض النظر بقى عن اللاين فين. فاحنا هنخلي الاثنين فيرتيكال. خدنا بالنا الاونلاين ده حصل فيه ايه؟ حصل له اكستند كده، تمام. مش معنى كده ان انا عرفتهم، يعني هو لسه ستيل البوينت دي مش متعرفها، بس هما الاثنين ما اعرفش اجي ده. بص دول خلاص بقى مربوطين ببعض، الاثنين بوينت بقى مربوطين ببعض، ان البوينت دي والبوينت اللي تحتيها هما الاثنين على الفيرتيكال، فوق تحت شمال يمين هما خلاص فيرتيكال. خلاص كده دي ازاي تعمل ريليشن ما بين الاثنين دول؟ بعد كده عندنا تعمل اثنين لاين ايكوال وتعمل اثنين سيركل ايكوال، وبعدين تعمل الميد بوينت بتوين تو. طيب احنا قلنا ازاي نعمل اثنين لاين ايكوال، هنسلكت عادي خالص. ادي اللاين ده الاول، يعني ممكن نعمل دايمنشن سريع كده مثلا اللاين ده. اه احنا عايزين نخلي اثنين لاين ايكوال. ادي اللاين الثاني اهو، اقول له والله ده واللاين ده مالهم كده هيبقوا بارابل، انا عايزهم ايه؟ ايكوال، عشان بس الناس ما تطلعوش البارابل مايلين الايكوال هم عملت الايكوال بس. فكده اللاين ده لو جينا قسنا الطول بتاعه هنلاقيه كان زي ما انا حاطه الثلاث تلات. ماشي كده. لو دوست اوكي هيقول لي تعالى انت اوفر ديفاين، انت مش قايل ان ده ب 3000 وقايل لي ان الاثنين دول بيساووا بعض، انت ليه ازاي رجعت تديني ان ده تاني ايه؟ ان ده ماله؟ بتديله دايمنشن. دي الحته اللي انا كنت لسه قايلها في الاول، ان انا عايز اتريس مثلا اللاين دوت وانا هو خلاص اوريدي، هو يعني نفترض ان اللاين اللي تحت ده تمام؟ ما في اخر الديزاين خالص، حته بعيد خالص،
وانا ربطه باللاين تاني، وانا عايز اتريس اللاين اللي انا اللي هو الايكوال دوت للدايمنشن، اخليه ماله، اخليه درايفنج، هيديله الدايمنشن بس في نفس الوقت هو درايفنج، هو تابع للاين التاني. بمعنى لو جيت غيرت انا ده كده خليته مكانين، هتلاقي التاني اوتوماتيك بقى ايه بقى 2000، والدايمنشن واضح ان حصل فيها التغيير. انما انا ممكن لو جيت خليت ال 2000 دول 1990، حسيت بحاجه، حسيت ان اللاين اتغير، حسيت ان في اي موديفيكيشن حصل، مش هتحس. انما ايه هو الانديكيشن الكبير ليك؟ الرقم. لو الرقم مش موجود مش هتحس ان نفس القصه اللي عملناها في اللاين هنعملها في التور سيركل. هدي سيركل وهدي الثانيه وهدي دايمنشن واحده ايا كان بقى الرقم، واقول لهم ان التور سيركل يكبر، واعلم على الثانيه كده. انا معايا اثنين اهو واخدينهم ارك، اثنين ارك تمام. عايز ايه؟ عايز اخليهم خلال الاثنين سيركل، واقدر استخدم بقى اي ريليشن ثانيه. عايزهم تانجنت ماشي، عايزهم كوسنتريك ماشي، زي ما انت عايز، فيكسد ايكوال كيرف لينس زي ما انت عايز ماشي. اوكي ايه تاني ناقص هنا؟ الميد بوينت. الميد بوينت انا برسم لاين عادي، هو اوريدي لو انا مشيت كده زي برضه الاوتوكاد، لو مشيت كده مع اللاين هلاقي السنتر بوينت بتظهر لي بتاعت اللاين اهي، على ما الصفحه اللي بتظهر يا جماعه دي السنتر بوينت بتاعت اللاين. ممكن اقف عليها كده بالماوس اهو، شايفين العلامه اتغيرت ازاي؟ بقت الميد بوينت، انت كده واقف على الميد بوينت. لو سلكتها هو بيسلكها عادي يعني، عادي بيقول لك انت واقف على الميد بوينت. اوكي؟ او بدوس على بقف على اللاين، انا مش عارف اجيبها بقى، في بقى تفاصيل كتير وبتاع، انا مش عارف اجيب الميد بوينت دي اعمل ايه، فبدوس على بقف على اللاين وبدوس كليك يمين واقول له سلكت الايه؟ سلكت ايه؟ الميد بوينت، هو كده سلكت الميد بوينت. طب انا بعمل بيها ايه؟ لو انا عايز ارسم بقى لاين تاني معايا، وعايز اخلي مثلا ان البوينت الاند بوينت دي بدايتها من السنتر بوينت بتاعت اللاين، فبعمل ايه؟ بسلكت الميد بوينت وادوس كليك يمين وسلكت الميد بوينت، كده انا معايا البوينت، وادوس كنترول على البوينت دي كده اداني بقى الاثنين بوينت اهو، بقى معايا اثنين بوينت. عايز منهم ايه؟ عايزهم يا اما كوينسيدنت يا اما هوريزونتال يا اما فيرتيكال. انا عايزهم هنا كوينسيدنت، يبقى كده اللاين بتاعي هيبتدي من او هينتهي بالسنتر لاين بتاع اللاين تاني. خلاص كده انا ربطت الاثنين ببعض، هو اداني علامه الكوينسيدنت. ده بقى يتحرك شمال يمين، هو خلاص ايه بدايته معروفه منين. طيب هنا بنأكد بقى في على الاوتوماتيك ريليشن احنا قلنا عليها في الاول، والانتر الانترفيس لاين او الفانس لاين يعني اللي هي حاجات الداش اللي احنا بنقول عليها دي. السكتش فيدباك دي برضو كانت شغاله معايا وانا برسم، يعني اللي هو الاند بوينت بتاعت اللاين بتبان بالشكل دوت اللي هو السنتر ده، والميد بوينت اللي هي بتاعت اللاين بتبان بشكل السكوير ده. لاين بوينت بتاعت اللاين، اللاين نفسه الشكل بتاع الماوس بيتغير للميد بوينت. اخر حاجه تحت لما بقرب من الدايره، اي سكتش فيه دايره يعني، بيبان لي الاربعه بوينت بتوع السيركل والسنتر بتاعها. اي دايره بقى ايه بقرب منها بيظهر لي الاربعه بوينت بتوعها والسنتر بتاعها. انت عايز ترسم بقى من اي بوينت من الاربعه او من السنتر زي ما انت عايز، تريفير لايه في حسب الديزاين بتاعك.
تمام كده. خلاص كده احنا يعتبر خلصنا كل ما هو ليه علاقة بالسكتش كمرحلة اسينشال يعني. تمام كده هنخش على مرحلة، انتوا شايفين كده يا جماعة ولا اصل انا عندي الكاميرا حاططها لتحت، فمش عارف انتوا شايفين معايا كده ولا ايه؟ الشير بتاع الشاشة مظبوط ولا في مشكلة؟ يعني لحد في حد واخد باله من حاجة معينة في الأربعة فيتشر الموجودين قدامنا دول؟ دي كلها الفيتشر اللي بتاد ماتيريال، دي كلها الفيتشر اللي احنا بنستخدمها بقى. احنا كده هننقل، وزي ما قلت لكم اخر الليسون بتاعنا ان احنا هننقل من مرحله ال 2 دي سكتش للايه؟ لل 3 دي سكتش. انت دلوقتي هتبقى قادر ان انت تحول اي موديل بتاعك 3 دي سكتش، ليه؟ لان خلاص انت راكب 2 دي سكتش كل الانتنتي بتاعته، فهتقدر تتعامل على الايه؟ على 2 دي سكتش. طيب لو خدنا بالنا كده ان كل الاربعه فيتشر اللي قدامك دول هما بادئين من بروفايل واحد. هما بادئين من بروفايل واحد، يعني هو رسم البروفايل ده. شايفين الماوس كده يا جماعه؟ تمام؟ وعمل له اكسترود، فاداله الشكل ده. نفس البروفايل عمل له ريفولف، فاداله الشكل ده. برضه هو نفس البروفايل وعمل له جايد لاين بس مايل كده، وقال له سويب. فعداله الشكل ده. وجي برضو عند اخر حاجة البروفايل دوت وعمل شكل شبهه الناحية التانية ورا، وعمل شبههم في النص بس اصغر، وعمل لوفت ما بين الثلاثة بروفايل، فعداله الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس هو نفس الايه؟ نفس البروفايل. تمام كده؟ ده انا كنت ايه عايز بس طيب الدايمنشن. دي برضه هناخدها كده. انا بعمل دايمنشن لاي حاجه. الدايمنشن لو انا جيت عملت دايمنشن كده بسرعه عالي قوي هتظهر لي الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا، الموديفاي بتاع الدايمنشن. فانا هعرفك على شويه الكوماند اللي عندك دي. لو دوست على علامه الصح دي انت كده اذا موافق على الدايمنشن اللي هو حاططها لك تحت، يبقى انت كده موافق ان دي الدايمنشن بتاعت اللاين. عايز تعدل فيها بتقوم كاتب الرقم على طول اوتوماتيك اللي انت عايز تعدله. خلاص تمام. ايا كان بقى هو طبعا من غير دي حاجه. الحاجه الثانيه لو دوست على علامه الغلط هتبقى انت بترفض الدايمنشن دي، فهو هيسيب اللاين زي ما هو ومش هيديله اصلا دايمنشن. يعني دوست كده، لو دوست كده على اللاين هيبتدي ايه؟ يسيب اللاين زي ما هو ومش هيعدل في الايه؟ الدايمنشن. نرجع تاني. لو انا دلوقتي غيرت في الدايمنشن مثلا خليت ده كام؟ ده 22 مش عارف ايه، هخليها 20 ومش عايز اغيرها غير لما اشوفها الاول. يعني عايز اشوف التعديل اللي انا عملته ده هيتم يبقى شكله عامل ازاي. هعمل ريبيلد. بص لما عملت ريبيلد عمل اللاين زي ما انا ايه، ممكن اقول له لا مش عايز، يعني خلاص لا الرقم ده غلط، فاقوم جاي مسحه تاني وراجع مثلا الاصل بتاعي مثلا. نفترض ان ده اوكي كده. طيب نكمل. ده بقى لو انا عايز السهمين دول، لو انا عايز اغير اتجاه الدايمنشن هما كده بالبوزيتيف وعايز اخليهم بالماينس، هما مش هيبانوا كده قوي يعني، بس يعني مفيش اختلاف، بس هو يعني ايه لو اللاين هيبان. او خدنا بالنا كده شايف البدايه والنهايه بتاعته. عايز اديك مثال اوضح. هنعمل بوينت، هنقفل كده وهنمسك كل كده.
الاول هبتدي ماشي خلينا باللاين وهقول له والله الدايمنشن دي انا عايز اعملها بالماي. لو يحصل دلوقتي هو عارف ان هو الستارت بتاعه من هنا وناهي هنا، لو عملت كده شفنا ايه اللي حصل، الماينس خلى لي الخط ده الناحيه بتاعته تاني، قلب لي الخط منين الناحيه التانيه، لان هو هنا وعارف الستارت والنهايه بتاعته فين، فماينس يبقى العكس. خلاص كده. طيب ايه بقى اللي جنبه ده؟ جنبه دوت السبان انكرمنت، يعني شايفين دي كده البقعه دي بتزود معايا الدايمنشن او بتقلل لما بلفها كده، بدوس على كليك بالماوس وامسكها بتحرك شمال ويمين بتلف معايا اهو كده تمام كده تمام. وهنا بقى اخر حاجه مارك ايز دايمنشن انس بورد دي هو اوريدي بيعملها على طول اوتوماتيك على كل دايمنشن على طول ممكن تقدر تكريت بتاعها يعني تدخلها في حاجه زي الايكويشن والكلام ده تمام. يعني كده يعتبر احنا شرحنا كل الحاجات دي. اخر حاجه بقى ان احنا شايفين الشكل اللي تحت ده كلنا هنمسك السكتش اللي موجود تحت دوت الاول على 2 دي بالدايمنشن دي، وبعد كده نبتدي نتعلم فيه ازاي نعمل اكسترود. خلاص كده. خدوا بالكم ان هو بادئ منين؟ بادئ من الاورجن. الاورجن بتاعه فين؟ الكورنر ده، عشان محدش يرسم في اي حته، ولازم تدور على السكتش بتاعك ماله فولي ديفاين. هندي مثلا ازاي 5 دقايق الناس تبتدي ايه تجرب كده تسكتش وتشوف الدنيا ماشيه معاها ازاي، ولو في حد عنده اي مشكله انا معاكم. طيب حد بس يديني كده فيدباك، خلصنا رسم؟ حد حصل معاه اي مشكله؟ اي حد خلص يقول لي ان انا خلصت كده. يعني انا هنخلص ال 2 دي بس، مش هنخش على 3 دي. تمام يا باشمهندس سامح. تمام تمام يا باشمهندس ادهم. الله ينور يا باشا، الله ينور يا هندسة. طيب يا جماعة نرجع تاني بقى كده، أنا هرسم أنا الرسمة دي. الناس اللي حتى ما خلصتش تتابع معايا. على ايه بس مش عارف. اللي بعت اللينك بتاع ال 21 ده يا جماعه، لا ما برجحش نشتغل على 21، لان ال 21 بينزل حاجه اسمها سيرفيس باك زيرو. فالسيرفيس باك زيرو ده اول ما بينزل بيبقى الاديشن انستيبل، يعني لسه بيبقى تحت الاختبار. فلو هتنزل النسخه يعني عايز تنزل، نزل 20 وتكون سيرفيس باك 4 5 3 2 كل ده تمام. انما يعني 21 هينزل لك سيرفيس باك 0. لو عرفت تجيب 21 سيرفيس باك 2 او فيما فوق يعني اوكي. تمام يا باشمهندس عمر. هو المفروض بيبقى كاتب لك هو سيرفيس باك ايه يعني، ممكن وانت بتداونلود بقى او بيبقى فيه ديتيل اكتر يعني وانت فاتح الويب بتاعك. طيب اكمل رسمتي بقى. انا غلطت في حاجه يا جماعه، حد يقدر يقول انا غلطت في ايه؟
انا ما بصيتش الاول انا على انهي بلان، يعني انا برسم خلاص. هي دي مش هتفرق لان احنا مش هنخصم دي في 2 دي، بس يعني برضه ايه عشان تبقى واضحه مع الناس. اول ما قلت لي انا كملت على الرسم اللي انا بقى ايه. طيب اوكي، هنبتدي بقى من دي الانجل. اهم حاجه بتاعتي كانت 25 هنمسح اللاين ده خالص عشان يخرج من الملعب. وبعدين ادي الانجل بتاعتي كده الريليشن اللي احنا لسه بنتكلم عليها ده. خلاص انا كده برسم بشكل يعني بطريقه سيمبل خالص، طريقه فروم سكراتش، مفيش اي ترتيب لاي حاجه. المهم اوصل للرسمه اللي مطلوبه مني. خلصت بس اقول له يا اما هطلع من السكتش، ودول طريقتين بقى، يا اما هطلع من السكتش اقول كونفر على كونفرميشن كورنر واطلع من السكتش تمام كده، يا اما هبتدي اعمل الاكسترود، يعني اعمل اطلع من السكتش وبعد كده ابتدي ادوس على الاكسترود من فيتشر بقى اهي، افتح البانل بتاعت الفيتشر واعمل اكسترود تمام 6، هو ايه اللي في الرسمه 6 تمام كده. يبقى انا كده عملت الاكسرسايز المطلوب. ادي اول 3 دي موديل. المفروض لو الناس لسه أول مرة تتعامل مع سلوك يبقى إيه؟ هو ده يعني 3D. أوكي، أنا بتحرك كده إزاي؟ أنا بدوس على البقرة وبلف شمال ويمين، بيتحرك معايا البطن الجميع اللي فيها. تمام؟ كده يعتبر خلصنا الموديل قسم 2 يعني. في حد عنده أي أسئلة في الرسم أو في 3D موديل لحد دلوقتي؟ لحد ما احنا واقفين كده؟ اتفضل يا باشمهندس مصطفى. المايك، افتح المايك لو معاك يا باشمهندس مصطفى. بالنسبة للزاوية تمام اتعملت ازاي بس عشان ما كنتش واخد بالي؟ اصلا هو من غير مصطفى ممكن حضرتك تفتح المايك؟ ايوه انا انا فتحت بتكلم ولا ايه؟ ايوه تمام يا باشمهندس انا سامعك. أيوة. تمام تمام. طيب بص يا باشمهندس انا يعني اهو هرسم على جنب كده على بلين، احنا كده شغالين على التوب لين ماشي كده، اعمل سكتش جديد يعني تمام. بالمناسبه يا جماعه عشان انا اعمل سكتش متهيألي مش عارف ناس بتعرف، انا بضغط على البلان كده بيظهر لي القايمه اللي فوق دي، شايفين مكتوب ايه؟ سكتش. فانا كده هشتغل على نفس البلان، يعني هرسم سكتش على نفس البلان بس ماليش دعوه بالايه باللي قبليه، يعني ممكن اجي على جنب كده وارسم رسمه جديده عادي انا كده على نفس البلان. وادي اي لاين مايل، اي لاين اثنين لاين مايلين
واحد عد لواحد ميل او الاثنين ميلين، مجرد ما هسلكت ده يعني هسلكت سمارت دايمنشن واختار الاولاني واختار الثاني، هو على طول هيفهم ان هو عايز يعمل بينهم زاويه. تمام تمام. بس هو مش حاجه انت بتختارها من الدايمنشن، لا هو بيفهم على طول اوتوماتيك ان انت مختار اثنين لاين باينين مايلين، فيبقى اللي ما بينهم زاويه. خلاص كده لو سلكت لاين واحد يبقى ايه؟ يبقى انت عايز دايمنشن للايه؟ للاين اللاين الواحد. تمام. شكرا. بص مش لازم تدوس كنترول وانت مع الدايمنشن. مش لازم كنترول. كنترول دي لما بتسلكت اثنين بوينت او اثنين لاين او هتاد ريليشن لاي حاجه. انما وانت بتعمل دايمنشن لا، هو بيتريس انت بتسلكت ايه على طول علشان يفهم انت هتعمل انجل ولا عايز تجيب دايمنشن من اثنين بوينت ولا عايز تجيب دايمنشن للاين. هو اوتوماتيك كل حاجه بتسلكت هو بيوجد على خط ما بين حاجه. تمام تمام. ماشي شكرا يا دكتور. تحت امرك. هي بص مين باشمهندس عادل. بص هندسه انت بتقف على البلان كده اهو، شايف اللاين اللي بيظهر معايا ده؟ شايفه؟ لا نفتح بس المايك للباشمهندس عادل معلش. الموضوع بسيط يعني انتهى لي كده واضح انا بعمل ايه. انا بقف على الثلاثة بلان بتوعي. الو اللي رسم. ايوه يا باشمهندس. ايوه يا فندم. يعني هل في اي ايقونه بتعرفني ان واقف في انهي مستوى؟ من غير ايقونات خالص انت على الشمال خالص. شاور لنا عليها ده. انا بقول لك اهو انت من غير اي ايقونات انت بتقف على التري بتاعتك وتعلم على بس اللكت الرسمه؟ لا لا انت واقف انت حتى لو مش بتسلكت الرسم. انا دلوقتي في رسمه وبرسم على الايه؟ توب بلان ماشي كده؟ تمام. انت انا عارف دلوقتي ان انا برسم على التوب بلان خلاص كده. انا بقى دلوقتي هطلع وعايز يعني عايز اعرف انا راسم على انهي بلان. وعاوز ارجع تاني. لو عايز ارجع للرسمه تاني مجرد ما هعلم عليها وادوس سكتش او ايديت سكتش هو هيفتحها لي في البلان بتاعها. دي حاجه. لو انا خرجت من الرسمه ورجعت لها تاني مجرد ما بعمل فين ايديت سكتش تاني انا هقفل التاني. انا كده خرجت بره الرسمه تمام معايا كده؟ تمام. احنا كده خرجنا بره الرسمه تمام معايا؟ مش مهندس الصوت مش موجود. طيب انا باجي مجرد ما بسلكت كده بيظهر لي الايه الفلاير دي بتقول لي ان في ايديت عايز تعمل سكتش فبدوس عليها. الصوت مش واضح خالص يا باشمهندس مش عارف اسمعك. انا سامع حضرتك كده. تمام. حضرتك خرجت من الرسمه بتقول بقى عاوز ارجع وعلى التوب بلان تاني زي ده. انا مجرد ما خرجت الرسمه ورجعت على الشمال تمام كده الماوس واضح فين هو؟ اهو انا بشاور على الرسمه اهو شمال اهو بتشاور على الرسمه نفسها؟ اهو السكتش شايف فين سكتش 4 اهو انا بسلكت سكتش 4 بضغط عليه بقى كليك شمال بيظهر لي الفلاير دي. بدوس ايديت سكتش اول واحده فوق اهي تمام معايا يا باشمهندس؟ لا مش شايف اول واحده فوق فين مش الظاهره عندي فوق. انا شغال على الموبايل انا اسف يعني. طب ايه اللي ظاهر عنه؟ يعني تعالى نرجع بقى تاني للي فوق كده. الواجهه بتاعت البرنامج نفسه.
طب انا لما بدوس كده مفيش حاجه بتظهر عندك؟ ايوه شايف القائمه دي ظهرت. ايوه القائمه دي بقى بتختار اول واحده فيها اللي فيها القلم واللاين تمام. أيوة. تمام اديت سكتش اهي تمام كده. بكليك عليها ايوه بكليك عليها كده انا دخلت جوه الرسمه تاني اللي انا كنت بقى شغال فيها. معايا خد بالك الرسمه دي ملهاش دعوه اللي قبل كده، دي رسمه جديده على نفس البلاد. دي رسمه جديده على نفس البلاد. انا ممكن ارسم 3000 رسمه على نفس البلان بس ما لهمش دعوه ببعض، كل رسمه هو كلهم بتعمل... هيبقى كلهم اسمهم سكتش فور ولا كل واحده باسم؟ لا كل، لو انت عايز تعمل انا بقول لك ترسم 3000 رسمه على نفس البلان هيترسموا عادي، كل سكتش بتحطه معايا طالما قفلته وفتحت واحد جديد بيبقى سكتش 5 سكتش 6 سكتش 7، لو مسحت سكتش ورجعت تعمل سكتش جديد هو هيكمل عدد برضه. تمام يا باشمهندس. ماشي الف شكر يا فندم، شاكرين جدا. طيب في حاجه تانية برضو، طريقه تانية برضو من غير بقى ما افتح واقفل واعمل الكلام ده، انا بقف كده على البلان، الخط ده كده يبقى انا مش ده البلان اللي انا فيه، ده خط، ده كده انا عمودي عليه معايا ولا قفلت؟ ايوه معايا يا باشمهندس. انا لا لما باجي اقف كده تمام بقف على الشمال كده واقف على الفرونت بلين اهو، شايف الماوس فين؟ اقصى الشمال. بلين انا كده واقف على الفرونت بلين. واقف على الفرونت بلين. فالفرونت بلين مش ده اللي انا راسم عليه، فعشان كده هو واضح لي خط. لو جيت نزلت على التوب اهو التوب اهو ظهر ان هو رسمتي جواه، فيبقى انا برسم على التوب، يبقى على طول من غير ما افتح واقفل ولا اي حاجه. تمام هقف على الرايت يبقى انا كده الرايت، لا ده خط، وفي الشمال يبقى مش ده تبعي خالص. لو انا برسم على الرايت هتلاقي رسمتي بقت جوه السكوير بتاع الرايت. تمام. لا تمام والله او بارل او بارل لي، يعني خد بالك برضو ان انا ممكن اقف على توب بلان بس انا بقى يعني بعد كده هنفهم ان احنا ازاي نكاري بلان تاني يعني، فانا ممكن اوقف على بلان تاني بس هو موازي للتوب بلان، يبقى انا عارف ان انا برسم على بلان موازي للتوب بلان او على موازي له اعلى منه او اوطى منه. بالظبط كده تمام. هل في حاجه اسمها لاير زي الاوتوكاد بالنسبه للخطوط؟ يعني دي بقى في التوب دروينج مش هنا. ال2 دي درون تظهر معاك لان هنا ملهاش استخدام، هو لاين سك وبتدي تحدد بيه انت عايز تعمل كلوزد كونتور وتقطعها او تزودها ماتيريال او تعمل فيها شينفر زي ما انت عايز. لا لا لو لا انا قصدي لاير يعني انقل نفسي من مستوى لمستوى على لايرز. لايرز دي بالنسبه للسك للسكنس بتاع اللاين ولا قصدك لايرز دي جوه البارت نفسه؟ لا ليرز كمستويات، لا مستويات برسم عليها. بلانات يعني بلان يعني زي ما حضرتك بلانات يعني زي ما حضرتك قلت ماشي. ايه هو بص مستوى موازي تمام. هو انا بالنسبه بس ان النهارده كده احنا يعتبر ايه خلاص قفلنا الشغل يعني، فاحنا ممكن نفتح الاسئله يعني. انا اي مرة جاية. لا 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 انا معاك. اي فيس في البارت اللي انت عامله ده ينفع بلان. ماشي ده اول اوبشن معاك، بمعنى يعني انا ممكن ارسم على ده فيس ده كده ممكن ارسم عليه. طب انا عايز ارسم هنا الفيس ده كده ممكن ارسم عليه، الفيس ده كده ممكن ارسم عليه، ادي بلانات زي ما انت عايز. ده بالنسبه للبارت اللي انا ايه انشأته. طب افرض بقى انا عايز ارسم، هستخدمك بس انا امسح بس السكتش ده عشان تبقى الدنيا واضحه. لما بعوز امسح سكتش بدوس كليك يمين عليه واعمل ديليت. اوكي عايز انشئ بلان تاني، هي دي جايه قدام بس برضه ناخد عنها فكره يعني. شايف كده انا فتحت فوق خالص فيتشر 3 الفيتشر 3 بانل دي معايا كده، شايف انا واقف فين كده؟ واقف فين؟ على الريفرنس جيومتري، ريفرنس جيومتري. تمام. افتح هيلاقي اول حاجه عندي اسمها البلان والاكسيس والكوردينيت والبوينت وكل الكلام ده، انا هاخد منها ايه؟
دي ادفانس شويه مش وقتها دلوقتي، بس طالما سالت عليها يعني. هنسلكت البلان. هتسلكت بلان، هيبتدي يديك اي بلان هو محتاج ثلاث حاجات عشان تعرفها. يا اما حاجتين يا اما حاجه. اللي هم لو انا هوازيه ببلان تاني خلاص هو مش محتاج حاجه تاني، انت تدي له بس المسافه ما بين ده يعني البلان ده والريفرنس بتاعه، وانت كده ايه عرفت له البلان. يا اما هتعرف له البلان باثنين لاين. باثنين لاين. يا اما هتعرف له البلان بثلاثه بوينت. تمام كده؟ طيب انا دلوقتي هاخد اكتر حاجه سيمبل اللي هو البلان اللي بيتعرف على طول موازي للبلان، فهقول له هو البلان هيبقى موازي للبلان ده. خد ايه عندنا في الشمال كده؟ خد الفيس وقال لك الدايمنشن بتاعته 10 مللي من البلان اللي انت مطلعه. بص بقى كده لما لفيت من الجنب انت هترسم على بلان جديد، شايفه فين؟ على بعد 10 مللي من البلان الفيس اللي هو ايه اللي احنا مسلمينه عاملين عليه سلم. ازود المسافه؟ ازود ماشي 20، لا عايزها 30 زي ما انا عايز. لا ده انا مش عايزه من الناحيه دي، انا عايزه من الناحيه الثانيه، فبعمل فليب اوفست يعني ال 40 دي بدل ما هي من قدام لا خليها من ورا. تمام تمام. لا انا عايز اديله زاويه بقى لون، عايز اديله زاويه، فابتدي اديله زاويه زي ما انا عايز بقى، عايز اقلب الزاويه. تمام كده؟ لا عايز اخليه بيربنديكولر للبلان الثاني. تمام، عايز اخليه برر زي ما هو اصلا كان رسمه كده. طب سؤال. تمام اتفضل. ممكن اخلي كل الخطوط اللي في البلان الجديد بلون واللي في البلان القديم بلون عشان بس اميزهم بالوان؟ لا هو ما هو احنا هنا في السوليد ما بنشتغلش بالوان خطوط، او يعني الاوبشن ده انا ما يعني ما تعرضتلوش قبل كده يعني، بس انا ممكن الون لك السيرفس نفسه. يعني مثلا انت عايز تعلم ان السيرفس ده مختلف عن اللي ورا مثلا، فبتيجي هنا كده شايف انت الابيرنس دي. طب انا عموما هقول لحضرتك على حاجه انا مستهدفها بعدين في اكيد في المحاضرات اللي بعد كده يعني. انا بستهدف ايه؟ عندنا الماكينات بتاعه الانفاق بتبقى عباره عن شكل اسطواني وجواها كذا لاير، وكل لاير فيها رسمه لحاجه معينه، يعني في رسمه بقى للتروس ورسمه للكتر هيد، في كذا بلان جوه المكنه. انا لو وريتك رسمه المكنه 3 دي ديت انا عاوز ايه ان شاء الله السوليد نمشي مع حضرتك لحد ما نتعلم ازاي نفهمها. مفيش مشكله مفيش مشكله، وحضرتك تقدر تبعت لي الرسمه دي برضه ابص عليها، عشان يعني وانا ماشي كده لو سالت على حاجه بقى انا عارف انت بتسال في اتجاه ايه. لو حضرتك بعت لي بس الكونتاكت ايميل او واتساب وانا ابعت لحضرتك. مفيش مشكله خالص. طيب لو حضرتك تبعت لي على الشات بس بايه كونتاكت ماشي، هو الناس هتبعت لك اللي هم مسؤولين على الروم يعني على طول. لو المهندس اشرف يبقى يتواصل معايا بعد كده. تمام تمام. بالنسبه للحته اللي انت كنت بتسال عليها بتاعت التلوين اتفضل ماشي تابع معانا بقى. انا بدوس على ابيرنس وسلكت انا عايز اغير اللون بتاع الفيس نفسه، فهو خلاص خده كده معاه، هبتدي احمل لي بقى الالوان والاشكال كلها اللي انا نفسي فيها. تمام. اي لون بقى انا عايزه، ابتدي سلكت مثلا انا عايز الفيس ده باللون الاحمر، اقول له اوكي خلاص كده الفيس ده معاك باللون الاحمر، اشتغل بقى زي ما انت عايز خلاص ده باللون الاحمر. حلو. ده الاوبشن الموجود، انا بلون الفيس او البارد او الفيتشر نفسها اي حاجه من يعني حسب الاوبشن اللي انا عايزه. انا اسف طولت عليكم. لا 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 مش اي حاجه مش اي حاجه، احنا يعتبر كده خلصنا كده النهارده. انا هبتدي بس اظبط شويه حاجات كده مع الناس، عشان احنا هيبقى ده ليسون 3 ده ناخد فكره عنه برضه. احنا لسه معانا وقت تقريبا ولا كده بنفنش المحاضره؟ خلاص كده فاضل يعني ربع ساعة شغال كده معاك يا دكتور براحتك. طيب تمام.
ليسون 3 بنتكلم فيها عن البيزك بارت موديلنج، ده المره الجايه ان شاء الله يعني بنحضر ليه. هنتعلم بقى ايه بقى الاكسترود بكل اشكاله بقى، والاكسترود الاكسترود في كذا اوبشن يعني، زي ما احنا بصينا على اللاين كده لقينا في سنتر لاين ولقينا في ميد بوينت ولقينا في كذا حاجه. هو بقى الفيتشر نفسها بتاعت الاكسترود فيها كذا اوبشن هنبتدي نتعرض ليهم، وازاي هنكريت هول ويزر وننسرت فيلت على في فيلت على ال2 دي سكيل. يعني انسرت فيلت بقى على ال3 دي، يعني انا ممكن اقعد فيلت على ال2 دي زي ما انا وريتكم كده، وممكن اقعد فيلت على ال3 دي. تمام، برضو هنعرفها المرة الجاية. انا بس بعمل اثارة متعة تشويق عشان يبقى المحاضرة تمام. وبعد كده هناخد برضو المرة الجاية ازاي تعمل البيسك دروينج بتاع البارت، يعني تقريبا من ده اللي احنا خدناه المرة دي يعني، بس عشان هيبقى شكلي بقى منسق مظبوط كده كمان يعني. وازاي تعدل بقى في الدايمنشن، ودي برضو متهيألي احنا خدنا فكرة عنها. وازاي ماشي ليه متهيألي برضه وريتها لكم، ان انت ازاي ان العلاقه ما بين البارت وال2 دي بتاعه بتبقى سيتيف، يعني لما بعد في البارت بيرمي على طول في 2 دي. لما وريها لكم خالص في الاول لما كنا بالنسبه ان السوليد ايه اسوسييت. في معانا بقى اكسرسايز علشان اتاكد ان انا كل اللي انا قلته ده ما راحش في الوباء يعني. هبعت لكم الاكسرسايز على اللينك بتاع الجروب بتاع الشات، انا اسف بتاع الواتس، ومتقسمه ليسنز. احنا كده عندنا الاكسرسايز بتاع ليسن 1 وليسن 2. ثواني هفتح قدامكم الاثنين فايل عشان تبقى الامور واضحه. ده الفايل اللي انا هبعته له، هبعته لكم يعني. هنفكه هيفتح لنا الاثنين فايل دول. الاسينشال ليسونز دي الليسونز كلها بتاعتنا من ليسون 1 لحد ليسون 12 13 ده يعني اتكلم على اسمبلي. تفتح الليسون. هو انا كده يا جماعه الشاشه واضحه معاكم ولا انا؟ تمام الشاشه واضحه يا باشمهندس. تمام. هنفتح في ليسن 1 هو في كيس ستادي ما فيهوش اكسرسايز، يعني بيتكلم على شويه كيس ستادي شويه بارت هو اوريدي رسمها، حتى ده البارت اللي انا كنت جايبه في اللي كنت اعرفه على الانترفيس يعني. ده لو انت عايز تشوف بارت مرسوم اوريدي من السوليد يعني. الكيس ستادي دي ده الريفرنس بتاعك، ها ما بتلعبش فيه يعني. لو جينا بقى دخلنا على ليسن 2 هتلاقي فيه نيم فايل كيس ستادي، ده اللي انا بشرح فيه او بشتغل منه او ده اللي احنا خدناه في ليسون 2. ده كده البارت اللي احنا رسمناه، بس هو جاهز معاك لو انت رسمته عايز تشيك على نفسك الدايمنشن مظبوطه في حاجه مختلفه، البارت هتلاقيه موجود عندك في ليسون 2. كيس ستادي دي اللي بنشتغل عليها في الليسون. بعد ما خلص الليسون حضرتك بيبقى تفتح بقى الاكسرسايز. هو ده المفروض ما كانش يظهر معاكم بس ماشي مش مشكله، مالناش دعوه بيه ده. تعالى بقى بارت ليسونز البيلت بارت دي، ده حل الاكسرسايز ماشي يا جماعه. اللي موجود هنا ده اللي موجود في الفايل ده، ده حل الاكسرسايز. ده كده ده الحل بتاع الاكسرسايز. انا حضرتك هترسم الاكسرسايز ويبقى الحل بتاعه معاك عشان تتاكد ان انت حالل. طب فين الاكسرسايز نفسه؟ الفايل الثاني بقى البي دي اف اهو الجاهز ده اهو، ادي اكسرسايز واحد. تبتدي تمشي بقى تقرا كده كرييت سبارك يوزنج انفورميشن اند دايمنشن افيلبل. سيبك بقى من شويه الحاجات دي ليها علاقه بالريفرنس بتاعه اللي هو الكلام بقى اللي انا شرحته خلاص. هو يبتدي يدي لك الايه؟ البروفايل اللي هترسم منه. المفروض ان انت ترسم بروفايل بالشكل ده 100 في 50 في 25 في 20، وبعدين تبتدي تعمل له اكسكلود 50 مللي هيديك الشكل ده. كده انت خلصت الايه؟ الاكسرسايز. سيف اند كلوز. بعد كده الاكسرسايز الثاني نفس القصه، انت بتاخد الدايمنشن وتنفذ الايه؟
الاكسجين وهكذا. تمام، انت كده معاك كل الاكسرسايز بتاعت الكورس كله معانا. 1 و 65 تقريبا. أربعة وستين خلاص. الناس بقى لما تاخد إن شاء الله الحاجة دي تبتدي بقى تقلب فيها كده وتبص تفهم الدنيا في الكورس هتبقى رايحة فين، الليفل اللي هيبقى يوصل لحد فين، هتفهم الموضوع من الإكسرسايز. تمام، أتمنى إن أنا أكون قدرت أفيدكم النهاردة، إن شاء الله نكمل المحاضرة الجاية إن شاء الله بإذن الله. ولو في اي استفسار على اللي احنا قلناه او اثناء التنفيذ الاكسرسايز او اي حاجه ما فيش مشكله، ممكن نبعت على الواتساب وانا هحاول اتواصل معاكم ان شاء الله. اشوفكم دايما على خير. شكرا جزيلا دكتور على المحاضره القيمه، يعني انا مدني بس استمتعت يعني. ان شاء الله يعني بالتوفيق دايما، وان شاء الله نلتقي يوم الاثنين القادم ان شاء الله. ان شاء الله.